بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. اليوم في حصة اليوم إن شاء الله راح تكون مكثف بأهم الأفكار أو النتاجات اللي مطالبين فيها بتأكسد واختزال. راح نركز على النقاط زي ما بنحكي الأساسية اللي هي اللي راح تكون عليها أكثر علامات بهذا المكثف. أهم إشي لازم تكون أنت عارف ماذا يعني تأكسد وماذا يعني اختزال. التأكسد هو عملية فقد الإلكترونات أو زيادة في عدد التأكسد، والاختزال عملية كسب للإلكترونات أو نقصان في عدد التأكسد. زي ما حكينا، عملية التأكسد والاختزال عمليتين متلازمتين، يعني ما بيصير تأكسد بدون اختزال أو اختزال بدون تأكسد. لاحظت في تعريف التأكسد والاختزال عم بذكر زيادة في عدد التأكسد أو نقصان في عدد التأكسد. شو يعني عدد التأكسد؟ عدد التأكسد هو عبارة عن الشحنة الفعلية لأيون الذرة، هذا في حالة المركبات الأيونية، أو هي نفسها الشحنة التي ستكسبها أو ستكسبها الذرة اللي بتكون أعلى كهروسلبية في المركبات الجزيئية، فيما لو إحنا افترضنا إنها هي اللي بتكتسب اكتساب كامل للإلكترونات الرابطة التساهمية. واضح؟ فالشحنة بتتكون على الذرة، سواء كانت هي الذرة في داخل مركب أيوني أو في داخل مركب جزيئي، هاي الشحنة بطلنا نسميها شحنة، صرنا قلنا عم نسميها عدد تأكسد. هلأ هاي الذرة أثناء التفاعل رح يكون إلها عدد تأكسد قبل التفاعل وعدد تأكسد بعد التفاعل. إذا صار تغير في عدد التأكسد، زيادة، أنا بدرس التغير من متفاعلات بروح لنواتج، إذا صار تغير في زيادة في عدد تأكسد الذرة، فبحكي إن الذرة حدث لها إيش عندي؟ تأكسد. إذا صار لها نقصان في عدد تأكسدها، فبنحكي إن الذرة حدث لها اختزال. طيب عشان أنا أعرف عدد تأكسد الذرة قديه يساوي قبل في المتفاعلات، يعني قبل التفاعل، وقديش عدد تأكسدها في النواتج، يعني بعد التفاعل، عشان أدرس التغير اللي بيصير، هل هو زيادة أم نقصان. في عندي قواعد لحساب عدد التأكسد اللي يكون أنا افترض فاهمها، مش إنه بس أكون حافظها، لا، بدي أكون فاهمها عشان أقدر إيش إنها هي الحالة راح تنحفظ عندي في ذاكرتي. هلا راح تعرف إنه أي عنصر حر، قلنا ذرة قاعدة لحالها أو مع أخواتها، دائما شو بتكون عندي؟ صفر، سواء ذرة قاعدة لحالها أو قاعدة مع خواتها. CL2 B4 S8 O3، هذا بكون عدد تأكسد العنصر بيكون صفر. الأيون البسيط، يعني الأيون، يعني ذرة عليها شحنة، هاي بنسميه أيون بسيط. الأيون البسيط الشحنة اللي بتظهر عليه هو نفسه عدد تأكسد الذرة. نعرف إنه المجموعة الأولى القلويات دائما عدد تأكسدها موجب واحد، سواء كانت هاي العناصر القلويات اللي هو عناصر المجموعة الأولى ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، إذا كانوا داخل المركبات شو بيكونوا؟ موجب واحد، بس إذا قاعدين لحالهم صفر. عناصر المجموعة الثانية كالسيوم مغنيسيوم باريوم، إذا كانوا قاعدين داخل المركب موجب اثنين دائما، سواء هذا المركب كان قبل أو بعد، بس إذا كانوا قاعدين لحالهم بيكون إيش عندي؟ صفر. بدنا نعرف إن الهيدروجين دائما موجب إيش عندي؟ واحد، ما عدا هيدريدات الفلز، يعني هيدروجين ارتبط مع فلز بيكون سالب واحد. ولاحظت من تساؤل الطلاب معي على الخاص إنه بفكروا إنه أنا عندي الـ NA H، هي هيدروجين مرتبط مع فلز، بيكون عدد تأكسد الهيدروجين سالب واحد، والصوديوم هي قاعد داخل مركب، إذا بيكون إيه، وعناصر المجموعة الأولى بيكون عدد تأكسده موجب واحد. الهيدريدات ليست بس فقط ترتبط مع فلزات الممثلة، يعني مجموعة أولى أو ثانية أو ثالثة، لا، برضو كمان الهيدريدات مع مين؟ مع العناصر الانتقالية، زي مثلا أحكي MN مثلا H2. هلأ الـ H مرتبط مع فلز، إذا شو بكون عندي؟ سواء كان هذا فلز انتقالي أو ممثل، دائما الهيدروجين شو بكون عندي؟ سالب واحد. طب شو تعرفني فلز؟ على الأغلب دائما الفلز يتكون قلنا من حرف كابيتال وحرف إيش؟ سمول، سواء فلز انتقالي أو فلز إيش عندي؟ ممثل. واضح؟ بدنا نعرف إن الأكسجين دائما سالب واحد إلا إذا ارتبطت في فوق الأكاسيد. فوق الأكاسيد بيكون أنا عندي الأكسجين إله أكثر من عدد تأكسد. هلا رح اشرحهم، اذكركم فيهم، يا بيكون موجب 2 يا موجب 1، يا سالب 1 يا سالب 2. هلا بيكون موجب 2 اذا ارتبط مع الفلور، ما فيش فيه غير الصيغه انه اكسجين مع فلور وعندك OF2،
يبقون او اف 2 او عندك اف 2 او. الاكسجين بكون هنا عندي موجب 2 لانه الفلور دائما سالب 1، بكون موجب 1 اذا ارتبط برضه مع الفلور بس بصوره ايش عندي؟ فوق اكسيد الفلور، يعني انا عندي او 2 اف 2 بكون الاكسجين هون عندي موجب 1. هلا سالب 1 اللي هو عندي فوق الاكاسيد، فوق الاكاسيد دائما تظهر اذا ارتبط الاكسجين مع عناصر المجموعه الاولى والثانيه، يعني مع الفلزات القلويه او القلويات الترابيه، بس شرط لازم يكون على يمينه شو عندي 2. اذا انا عندي اكسجين مرتبط مع فلزات اولى وثانيه وعلى يمينه 2، اذا هذا فوق اكسيد، شو بكون الاكسجين عندي؟ سالب 2. زي Mg2O2، هاي الاو مرتبط مع فلز الاولى او ثاني وعلى يمينه 2 فبكون فوق اكسيد فبكون سالب 1. بينما لما يكون عندي MgO اكسجين مرتبط مع فلزات اولى بس هل على يمينه 2؟ لا، ما في على يمينه 2، فبكون هذا اكسيد عادي اللي هو سالب 2. زي CO2 اكسجين مرتبط مع فلزات لا، اذا خلص هل مرتبط مع الفلور؟ افكر بالموجبات، لا، اذا هذا بكون اكسيد عادي سالب 2. واضح؟ وصلت الفكرة؟ أكسجين قاعدة مع خواته زي O3 O2، هذا قاعدين مع خواتهم، شو بيكون عندي؟ 0، انهينا منها. واضح؟ الهالوجينات دائما بتكون المجموعة السابعة سالب واحد إذا ارتبطت مع مين؟ مع الفلزات. زي لما أحكي MnCl2 هاي الكلور مجموعة سابعة، هاي مرتبط مع فلز إذا شو بيكون؟ سالب 1. بينما إذا ارتبطت مع غير الفلزات مثلا OCl، لا، هون شو بده يكون؟ انا عندي يتم حسابها. كيف بده يتم حسابها؟ هلا احنا بنعرف ودرسناه انه انا دائما عشان اتم حسابهم لازم اعرف انا عندي الشحنه اللي موجوده على المركب. هلا اذا ما في عندك شحنه ظاهره، يعني بكون عندي مركب متعادل، فبتكون عندي المجموع الجبري للمركب المتعادل 0. من وين اجى هذا 0؟ اللي هو بكون انا عندي ببلش من عندي الكلور، انا مش عارف شو هذا التاكسده لانه مش مرتبط مع الفلز، لازم بدي احسبه. هلا انا عندي بكون عندي ذرة واحدة ضرب عدد تأكسد السين زائد الأكسجين، هل مرتبط مع الفلور؟ أفكر في الموجب؟ لا. هل مرتبط مع الفلزات؟ أفكر في الفوق الأكاسيد؟ لا. إذا هذا مرتبط مع بكون أكسيد عادي، فبحكي إنه ذرة واحدة من الأكسجين وعدد تأكسدها سالب 2. هلا بحسبها سالب 2 زائد سين، ده حسب الرياضيات، بوديها لهناك 0 سين، شو بتطلع عندي؟ موجب إيش عندي؟ 2. من هي سين؟ اللي هي عدد تأكسد السي ال في الأو سي ال. واضح؟ وصلت الفكرة؟ طيب لو كان أنا عندي العدد الذرة اللي بدي أحسب عدد تأكسدها داخل أيون زي Cr2O7 سالب 2، أنا الكروم مش عارف عدد تأكسده، باجي باخد الشحنة الكلية اللي سالب 2، ببلش من اليمين 7 ذرات من الأكسجين ضرب عدد تأكسد الأكسجين. الأكسجين مش قاعد لحاله ولا مع خواته أفكر في الصفر، مش قاعد مع الفلور أفكر في الموجب 2 وموجب 1، مش مرتبط مع فلزات أولى وتانية، هذا فلز بس ليست من فلزات الأولى ولا التانية، ولا على يمينه 2 أفكر في فوق الأكسيد، هذا أكسيد عادي، يعني بيكون سالب 2 زائد ذرتين من الكروم ضرب عدد أكسيد الكروم أنا مش عارفة سين، ده حل الرياضيات، سالب 14 زائد 2 سين تساوي سالب 2 زائد 14 زائد 14 2 سين تساوي موجب 12 على 2 على 2 سين تساوي 6. اللي بكتب 6 راح يحطوا له بالوزاره غلط، عدد تأكسد بظهر الاشاره مهم، موجب 6 من هي؟ موجب 6 اللي هو عدد تأكسد السي ار اللي هو الجرام، طلع عندي موجب ايش عندي؟ 6. واضح؟ بدك تعرف انه الماده اللي بيصيرلها زياده في عدد التأكسد هي الماده نفسها، الذرة اللي صار زيادة في عدد تأكسدها إذا وجدت داخل المادة، هاي المادة اللي بتحتوي على الذرة التي تأكسدت بس تأكسدها سببت اختزال للذرة الثانية، فبتكون الذرة التي تتأكسد إذا توجدت في داخل مركب، فبكون المركب هو عبارة عن مادة، المادة ممكن تكون ذرة قاعدة لحالها أو الذرة داخل مركب، هذا المادة اللي سببت باختزال مادة أخرى وحدث لها تأكسد بنسميها عامل مختزل، مادة التي تتأكسد وتختزل غيرها شو بنسميها؟ عامل مختزل. بينما المادة اللي اختزلت يعني صار عندها نقصان في عدد تأكسدها وصار لها كسب في الإلكترونات وأكسدت مادة أخرى بنسميها عامل مؤكسد. فأنا بلاحظ إن العملية عكس العامل، يعني أنا عندي بدي أفترض أنا عندي الـ Mg زائد Cu موجب 2
تحولت لام جي موجب 2 زائد سي يو. هلا بدي اجي ادرس الام جي كانت صفر قبل التفاعل وبعد التفاعل صارت موجب 2، صار انا شو التغير في عدد التاكسد؟ صار انا عندي زياده في عدد التاكسد. زياده عدد التاكسد انا عندي عمليه تاكسد، فانا الماده هلا عندي على صوره ذره، فهذه الذره ودائما الماده باخذها من المواد المتفاعله هي تاكسدت وسببت اختزال للماده اللي معاها، فبتكون هي عامل مختزل عصيغه اسم فاعل. بينما السي يو كانت قبل التفاعل عليها شحنة موجب 2، فهي نفسها اللي عدد تأكسدها من موجب 2 رجعت لذرة متعادلة، يعني أنا عندي صفر ذرة قاعدة لحالها يعني عدد تأكسدها صفر، من موجب 2 لصفر على خط الأعداد أنا صار عندي نقصان في عدد التأكسد. نقصان في عدد التأكسد زين عملية اختزال. عملية اختزال يعني بتكون المادة هاي اللي هي على صورة هلا إيش؟ أيون. يعني أنا ما بحكي السي يو، لا بحكي السي يو موجب 2 هي اللي هلا المادة في معادلتي بصورة أيون، بحكي السي يو موجب 2 هي عامل مؤكسد. عملية اختزال يعني صارت عندي نقصان في عدد التأكسد، يعني صار عندي كسب للإلكترونات، فهذه المادة اللي صار لها عملية اختزال شو تسلك عندي؟ عامل مؤكسد. بينما لو قلت لك شو الذرة التي اختزلت بتقولي سي يو فقط، بينما المادة التي اختزلت بتقولي سي يو موجب 2، العامل المختزل سي يو موجب 2، وصيغة المادة والعامل المختزل أو صيغة المادة والعامل المؤكسد تؤخذ من صيغة ايش عندي المتفاعلات كما هي في صيغة المادة المتفاعلة الموجودة في عندي في معادلتي التي تعطى في السؤال. واضح؟ رح نلاحظ أنا عندي في تفاعلات تسلك فيها المادة كعامل مؤكسد وعامل مختزل في نفس التفاعل، هذا التأكسد بسميه تأكسد اختزال، تأكسد واختزال ايش عندي ذاتي، اللي هو التفاعل بتسلك فيه المادة كعامل مؤكسد وكعامل مختزل. عندي التفاعل الآتي، أنا عندي الـ Br2 زائد OH سالب عم تتحول لـ BrO سالب زائد Br سالب زائد H2O، بيجي بقول لي ما الذرة التي تأكسدت أو ما الذرة التي اختزلت، أو يقول لك هل التفاعل الآتي يعتبر تأكسد اختزال ذاتي؟ عشان أعرف لازم أدرس عدد تأكسد كل ذرة قبل التفاعل وكل ذرة بعد التفاعل. أنا Br2 قاعدة مع خواتي زين، شو عدد تأكسدها؟ صفر. أنا عندي الهيدروجين مش مرتبط مع الفلزات، شو عدد تأكسده؟ موجب 1. الأكسجين لا قاعدة لحالها أفكر بالصفر أو قاعدة مع خواتها، لا قاعدة مع الفلور أفكر في الموجب 2 والموجب 1، ولا قاعدة مع الفلزات الأولى، الهيدروجين من الفلزات الأولى بس هل على يمينها 2؟ لا، فهذا بيكون أكسيد عادي سالب 2. واضح؟ ما عرفتهاش بتقدر تحسبها. أنا عندي الأيون كله سالب 1 والهيدروجين 1 في موجب 1 زائد 1 ضرب س، هلا موجب 1 ودي لهناك بصير سالب 1، فسين شو بتطلع عندي؟ سالب 2 اللي هو عدد تأكسد من عندي الأكسجين. طيب البي آر بعد التفاعل شو عدد تأكسدها؟ بي آر مرتبطة مع الأو، مع لا ارتبطت مع الأو صارت تمتلك شحنة سالب 1، بدي أحسبها. الشحنة الكلية سالب 1 تساوي أكسجين لا مرتبط مع الفلور أفكر بالموجبات، ولا مرتبط مع فلزات أولى أو تاني عشان أفكر في فوق الأكسيد، فهذا بيكون عندي أكسيد عادي سالب 2، فبحكي ذرة واحدة في عدد تأكسدها سالب 2 زائد ذرة واحدة من البروم في عدد تأكسد أنا مش عارفاه، لأنه البروم مجموعة 7 بس مش مرتبطة مع الفلزات، أحكي سالب 1 مرتبطة مع غير الفلزات، إذا لازم أحسبها حسابي. فبحكي أنا عندي سالب 2 وديها لهناك هي موجب 2، فسين تطلع عندي موجب إيش عندي؟ 1، فالبروم موجب 1 والأكسجين شو طلع عندي؟ سالب 2. أنا أي إشي بحطه فوقيه هو عدد تأكسد الذرة في داخل المركب. البي آر طال عليه قاعدة لحاله طال عليها شحنة سالبة، إذا هي نفسها السالب اللي طال عليه اللي هي نفسها عدد تأكسدها اللي هي سالب 1. هلا الـ H2O الأكسجين مش مرتبط مع الفلور أفكر في الموجبات، ومرتبط مع فلزات أولى بس هل على يمينه 2؟ لا، فبكون أكسيد عادي هذا سالب 2. الهيدروجين مش مرتبط مع الفلزات أفكر في السالب 1، فهذا بكون أنا عندي هون موجب 1. مين اللي عم بتغير؟ لاحظنا الأكسجين سالب 2 وضلوا سالب 2، الهيدروجين كان موجب 1 وبقي موجب 1 يعني ما بتغير. انا مين عم بتغير؟ البروم مره من 0 لموجب 1، يعني صار عندي زياده في عدد التاكسد. واضح؟ اذا عمليه تاكسد عامل ايش عندي؟ مختزل. بلاحظ البي ار 2 نفسها من 0 صارت سالب 1، صار انا عندي نقصان في عدد التاكسد عمليه
اختزال. طالما عملية اختزال فالعامل عكس العملية فهي عامل مؤكسد. لو سألتك من العامل المختزل، عامل مختزل يعني ياخذ المادة من صيغة المواد المتفاعلة. وشو صورة المادة اللي هي عم اللي عم تتأكسد بR2؟ طب لو سألتك من العامل المؤكسد، برضه من المواد المتفاعلة. ومن عامل مؤكسد؟ هيو نفس المادة. فنفس المادة مرة بتسلك كعامل مختزل ومرة كعامل مؤكسد في نفس التفاعل، يعني أنا بشتغل على نفس المعادلة. فهذا إذا التفاعل شو راح يكون عندي؟ تأكسد واختزال ذاتي. طب كيف بدي اجاوب؟ بتنقل المعادلة على دفتر الإجابة وبتدرس عدد التأكسد قبل وبعد وبتعمل التغيرات اللي صارت، بتدرس شو اللي صار على المادة. إذا نفس المادة عم بتزداد وبتكون عملية تأكسد وعامل مختزل ونفسها عم تنقص في نفس التفاعل وبتكون عملية اختزال وعامل مؤكسد، فبكتب أنا تحت بعد بعمل كل هذا على دفتر إجابتي، بكتب إذا بقولها إيش بحكي له؟ إيش بحكي له؟ إنه البي آر 2 تسلك كعامل مؤكسد وعامل وكعامل مختزل، والمهم في عندي في نفس التفاعل. المهم احكي هذه الكلمه في نفس ايش عندي؟ التفاعل. اذا التفاعل تاكسد واختزال ايش عندي؟ ذاتي. واضح؟ هلا انا باجي بحكي لك انا عندي ال BR2 تحولت ل BR سالب. BR2 كانت صفر، شو صارت؟ سالب واحد، يعني صار عندي نقصان في عدد التأكسد، نقصان عدد التأكسد. إذا عملية اختزال، إذا ال BR2 شو رح تشتغل عندي؟ عامل ايش عندي؟ مؤكسد. لو جيت قلت لك هذا التحول، بعطيك تحولي، وتحول لما يكون مادة لصورة إلها في للنواتج، هذا بكون عندي تحول، يعني مش معادلة كاملة، بكون أنا عندي نصف تفاعل. شو بكون عندي؟ نصف تفاعل. بيجي بقول لك هذا التحول ماذا يحتاج؟ هل يحتاج لعامل مؤكسد ولا عامل مختزل؟ لازم أجي أدرس التفاعل، شو التغير اللي بيصير عليه؟ إذا كان نقصان في عدد التأكسد وصار عملية اختزال، إذا هو عامل مؤكسد، إذا شو يحتاج؟ يحتاج لعامل إيش عندي؟ مختزل. دائما دائما عامل مؤكسد شو بيحتاج؟ لعامل مختزل. طيب لو جيت أدرس الـ MG تحولت لـ MgCl2، صح؟ باجي بدرس الـ MG كانت صفر، MG من عناصر المجموعة الثانية داخل مركب، شو بكون عدد التأكسد؟ موجب اثنين. شو التغير اللي صار عليها؟ صار عليها زيادة في عدد التأكسد، صح؟ عملية تأكسد، فبيكون عندي هي عامل ايش عندي؟ مختزل. طالما عامل مختزل، اذا شو تحتاج؟ تحتاج لعامل مؤكسد. وهذا اللي حكيناه، انا عندي لما تكون عندي العملية تأكسد، المادة في اللي بحدث لها تأكسد بيكون هي عامل ايش عندي؟ مختزل. العامل عكس العملية، نفسه هذا العامل شو بيحتاج؟ هاي العملية شو بتحتاج؟ تحتاج لعامل مؤكسد. يعني العملية بتحتاج نفس الاسم، بس هي نفس العملية شو تسلك؟ بتكون عكس العملية. العملية العامل للعملية بسلك عكس اسم العملية. العملية شو بتحتاج لعامل نفس الاسم؟ تأكسد بتحتاج لعامل مؤكسد. يعني عملية اختزال شو بتحتاج لعامل مختزل. واضح؟ بس نفس العملية المادة في هذه العملية شو بتسلك؟ عكسها. عملية تأكسد فالمادة فيها بتكون تسلك عملية عامل مختزل. عملية اختزال العامل شو بكون يسلك؟ المادة شو بتسلك؟ عامل مؤكسد. واضح؟ نفوت على الموازنة. الموازنة أنا عندي الموازنة هي لها قواعد اللي بيشتغلوا احنا. الموازنة الطريقة اللي نوازنها، طريقة الصواب والخطأ مش مطالبين فيها، احنا الطريقة المطالبين فيها اسمها أنصاف تفاعلات. يعني بقول لك وازن حسب طريقة أنصاف تفاعلات اللي هي الموازنة احنا المطلوب منها، أو يقول لك بطريقة أيون إلى إلكترون. واضح؟ هي نفس الطريقة اللي احنا مطالبين فيها اسمها طريقة أنصاف تفاعلات أو طريقة أيون إلى إلكترون. أنصاف تفاعلات لأن لما بدي أوازن لازم تفاعل الكل يقسم إلى نصف تفاعل تأكسد ونصف تفاعل اختزال، عشان نسميها طريقة أنصاف تفاعلات، إنه لازم أفاعل كل نصف على حدة. ليش بسميها أيون إلكترون؟ إنه أثناء الموازنة كل نصف أنا بكون بضيف يا أيون وإيش بضيف كمان؟ وإلكترون، عشان بسمي هاي الطريقة اسمها أنصاف تفاعلات أو طريقة أيون إلى إلكترون. طيب
الموازنة أنا بجري تفاعلات داخل محاليل مائية، يعني أنا في محلول مائي، ممكن يكون أنا محلول مائي حمضي أو محلول مائي إيش عندي قاعدي، فالموازنة إحنا مطالبين موازنة في وسط حمضي وموازنة في وسط قاعدي. نفس الطرق اللي بمس اللي الطرق أو قواعد الموازنة في وسط حمضي هي نفس قواعد الموازنة في وسط قاعدي، بس إيش عندي أنا عشان أسلك سلوك قاعدي لازم إجباري أسلك حمضي وبعدين بكمل عليه عشان أصل لا إيش الموازنة في وسط قاعدي، وراح نشوف هلا كيف اللي بيصير. بشكل عام في الموازنة في وسط حمضي لازم أكتب كل نص تفاعل على حدة، نص تفاعل تأكسد ونص تفاعل اختزال. كل نص تفاعل لازم أوازنه، بوازن كل نصف كالآتي: ببلش بمبدأ إيش قلنا اوهي، بمبدأ اوهي ببلش بموازنة الأكسجين بإضافة H2O، بعدين لما خلص الأكسجين لنفس النصف بوازن إيش عندي الهيدروجين بإضافة الـ H+، بعد ما أخلص الأكسجين والهيدروجين بروح على الإيل إلكترونات، بضيف إلكترونات للطرف الأكثر موجبية. واضح؟ وصلت الفكرة؟ هلا في الوسط القاعدي نفس الموازنة اللي سلكتها في وسط حمضي نفسها، بس هلا في النهاية بعد ما أضيف الإلكترونات بدي هلا إيش أضيف أنا عندي؟ أيونات الهيدروكسيد بناء على نفس عدد أيونات إيش عندي الهيدروجين الموجود أنا عندي إيش في التفاعل. بعدين الطرف اللي بتقابل فيه الأكسجين الهيدروكسيد اللي هو الأو أتش مع الإتش بلس بنجمعه على شكل H2O، وبعدين إذا بنطلع على الطرف الآخر إذا عندك ماء صار عندنا على اليمين وماء على اليسار شو بنعمل؟ حذف الماء من طرفي إيش عندي المعادلة. هلا رح نرجع نذكركم في هذا الحكي عن طريق الموازنة. هلأ بدي أوازن تفاعل الآتي، بدي أخذ نفس التفاعل إنه أنا عندي طالما عندي تأكسد اختزال، سواء كان تأكسد اختزال عادي أو تأكسد اختزال ذاتي مطالبين بموازنته، بدي أخذ نفس التفاعل اللي درسناه للتفاعل تأكسد اختزال ذاتي عشان أنا عندي هدف منه. Br2 زائد OH سالب عم بيعطيني BrO سالب زائد Br سالب زائد H2O. بقول لي وازن التفاعل الآتي في وسط إيش عندي حمضي. أشتغل في وسط حمضي لازم أشوف أنا مين الذي أحدد نص تفاعل تأكسد ونص تفاعل اختزال. عشان أحدده لازم أدرس عدد التأكسد قبل وعدد التأكسد بعد وأشوف مين بيصير زيادة ومين بيصير نقصان. قلت لك لا، أنا أعطيتك طريقة أسهل عشان تشتغل عليه بسرعة وبأقل زمن. قلت لك واضح أمامي أنا عندي البي آر 2 هي اللي عم تتغير، فأنا باخذ أنا البي آر 2 مع صورة مماثلة لإلها وين؟ في المتفاعلات اللي هي البي آر أو سالب. واضح؟ بشتغل عليها بشوف شو اللي صار التغير فيه، بعدين بشوف باخذ النصف الآخر. البي ار 2 باجي بوازن الذرات بالاول، انا عندي بي ار عندي تنتين وهون عندي واحده، فبضيف ايش عندي تنين. ثواني بس اشوف اللون المغاير. فبضيف ايش عندي 2 بوازن الذرات. بعد ما اخلص الذرات باجي على مبدا ايش بحط بذكر حالي اوهي او باضافه H2O، الاتش بالاتش بلس، والاي بضيف الكترونات للطرف الاكثر ايش عندي موجبيه. طيب هاني وزنت الذرات، هلا برجع مبدا او بيجي على الاو بطلع على الطرف هذا في عندي اكسجين، لا على الطرف هذا كم اكسجين بطلع، انا بدي اعد عدد الذرات بطلع في عندي عدد مولات، دائما بذكر حال في عدد مولات عشان اضرب 2 انا عندي ذرتين وهون عندي صفر، يعني هذا الطرف فيه النقص، اذا هون بضيف انا اكسجين، كيف بعالج النقص في الاكسجين باضافه H2O، كم من ذره اكسجين ناقصه 2 فانا بدي اضيف 2 H2O. واضح؟ خلصت الاكسجين باجي على H، باجي بدي اعد عدد ذرات الهيدروجين قبل وعدد ذرات الهيدروجين بعد، هون انا عندي هون 2 بطلع في عدد مولات 2 في 2 عندي هي 4 هيدروجين، هون في هيدروجين لا من الطرف في النقص هيو، يعني هون انا بدي اشتغل دائما الاضافه على الطرف اللي في النقص، انا عندي هون نقص باربع ذرات هيدروجين، كيف اعالج النقص في عدد ذرات الهيدروجين باضافه 4، هون عندي 4 بدي اضيف 4 H بلس، ما انساش الشحنة، كتير تكتبوا الـ H بدون بلس، أنا بضيف 4 H بلس. خلصت الذرات، خلصت الـ O والـ H، هلا باجي على مين؟ على الـ E. كيف الـ E؟ بدي أنا أدرس مجموع الجبري للشحنات للمتفاعلات ومجموع الجبري للشحنات للمواد الناتجة. مركب متعادل، طالما متعادل يعني صفر، صفر بعدد المولات يعني هذا صفر، متعادل في عدد المولات صفر، زين كل شحنة هنا شو عندي؟ صفر.
هون عندي شحنة، طالما عندك شحنة تذكر تضربه بعدد المولات، لا تنسى. سالب واحد في اثنين، هي هذا المركب طلع مجموعه سالب اثنين. عندك شحنة تضربه بعدد مولات، موجب واحد في أربعة موجب أربعة. بنفس الطرف بجمع الشحنات، موجب أربعة وناقص اثنين موجب اثنين. أنا هذا الطرف طلع المجموع الجبري له موجب اثنين وهنا صفر. عشان أطلع عدد الإلكترونات بطرح المجموع الجبري الأكبر وين ما كان، سواء في المتفاعلات أو النواتج، ناقص المجموع الجبري الأقل، يعني موجب مع الشحنة موجب اثنين ناقص صفر، بيطلع عندي 2 الكترون. وين بضيفه؟ للاكثر موجبيه. مين الاكثر موجبيه؟ موجب 2. اذا بضيفه هنا عندي 2 الكترون. طالما الكتروناتي طلعت بعد السهم، بعد السهم اذا هذا النصف شو يمثل؟ معادله نصف تفاعل، بجي بكتب قبليها تاكسد موزونه. هلا النصف الثاني قبل ما نزله صرت عارف انه لازم شو يمثل؟ معادله نصف تفاعل ايش عندي؟ اختزال، وبدي اعملها ايش؟ تكون موزونة. باجي بنزل البي ار 2 مع صورة تانية لإلها، شو هي عندي؟ البي ار سالب. طب يا مس الاو اتش سالب والاتش 2 اه شو تعمل فيها؟ انا عندي اللي ما بتغيروا المركبات اللي ما بتتغير ماليش خاص فيها، ما بنزلها لانه الاو والاتش والهيدروجين والاكسجين انا خلال موازنتي بتلاحظ انا بقدر اعوضهم خلال مبدا ايش عندي؟ اوه ماليش خص فيهم، واضح. اذا انا ما بنزلهم، هذا الغرض من اللي كان في عندي الموازنه، انا ما لي خص بالمركبات اللي ما بتتغير فيها التاكسدها، ما باخذها، واضح؟ ما باخذها الا اذا كانت شمالها عشان احافظ على ايش؟ قانون حفظ الماده. هلا رح نشوفها. هلا باجي على النصف هذا توازن، بدي اوازن عدد الذرات بي ار هون تنتين هنا واحدة، إذا هون تضرب باثنين، موازنة عدد الذرات غير الأكسجين والهيدروجين موازنتهم بضرب بعد كعدد مولات. خلصت الذرات باجي على مبدأ مين؟ أوهي بدلش الأو، هنا في أو لا، هون في أو لا، إذا موزون خلصت منها. باجي على الإتش، في هنا إتش لا، في هنا إتش لا، إذا خلصت منها. شو بدي أجي هلا؟ على الإلكترونات. الإلكترونات تدرس الشحنة، الشحنة هون عندك صفر، سالب واحد في اثنين سالب اثنين، صح؟ طب مين الأكبر؟ الصفر ولا سالب اثنين؟ لا الصفر. تطرح مجموع الجبري الأكبر ناقص الأصغر مع الشحنة، يعني الصفر ناقص ناقص اثنين، شو بطلع عندي؟ اثنين. من الطرف الأكثر موجبية؟ الصفر. فبضيف هون 2 إلكترونات عشان أعرف حلي صح. إلكتروناتي قبل السهم، يعني اختزال. بعد السهم الإلكترونات، إذا شو بكون عندي؟ تأكسد. واضح؟ هلا خلصت النصف الاول والنصف الثاني، هلا شو بدي اعمل؟ هو بده المعادله الكليه للتفاعل. قال لك وازن نصف التفاعل التاكسد في الف، اذا هذا فرع الف. وازن نصف التفاعل الاختزال في فرع با، هي بيكون هذا با. جيم ما قال لك ما معادله التفاعل الكليه، اذا انت خلص انهيت. بس اذا جيم قال لك ما معادله التفاعل الكلي الموزوني، اذا بدي اجمع النصفين مع بعض. ما بقدر اجمع الا اذا كانت عدد الالكترونات المفقوده نفس عدد الالكترونات المكتسبه. التفاعل هذا مريحني، المفقوده هي نفس المكتسب. هل يمس اشطب؟ اشطب عادي، طالما اذا موزع لك الموازنه الف با جيم، واضح؟ بس بدك تحط جنب كل فرع ماذا يمثل. اذا الف بده تاكسد، اذا هذا الف. اذا با بده اختزال، هذا با. بينما اذا الف اختزال، اذا نحط هنا الف وهنا ايش عندي؟ با. واضح؟ هلا باجي في هيدروجينات بالاطراف المقابله؟ لا. في ماء هون في الاطراف المقابله؟ لا. اذا بدي اجمع شوي شوي، تنزل 2 H2O، في اشي هون H2O؟ لا. هون BR2 BR2 بجمعهم بصير 2 BR2، هون 2 BRO سالب، في تحت بشبهها؟ لا. تنزل 2 BRO سالب زائد عندي 4 H بلس، هي 4 H بلس زائد 2 BR سالب. شو بده اياه؟ في وسط حمضي. اذا في وسط حمضي، اذا انا هيك انهيت وباجي بقول له هذه هي معادله التفاعل الكلي الموزونه في وسط ايش عندي؟ حمضي. واضح؟ بدي اتاكد، ما بتاخذ منك ثواني. باجي كمان هيدروجين عندي، هي 2 في 2 4، وهي هون 4 بعد السهم. اكسجين تنتين، وهون هي تنتين. بي ار 2 في 2 4، هي تنتين وتنتين، هي 4. هلا باجي على الشحنه، صفر صفر، سالب واحد في اثنين سالب اثنين، موجب واحد في أربعة موجب أربعة، سالب واحد في اثنين سالب اثنين، نجمع في نفس الطرف، سالب اثنين وسالب اثنين سالب أربعة، مع موجب أربعة شو بترجع؟ صفر، صفر، وهي هون الصفر، إذا عندي المعادلة شمالها موزونة، وتأكدت إنها إيش؟ موزونة. واضح؟ طب لو قال لك لا ما بدي إياها في وسط حمضي، بدي إياها إيش عندي؟ في وسط
قاعدي، شو بدك تعمل إذا أنا هلأ ما خلصت، أنا هيك ما أنهيت، شو بدي أجي بناء على عدد ذرات عدد أيونات الـ H بلس بدي أضيف O H. ما أنساش السالب، نسيت السالب راحت عليك، مش للطرف اللي فيه بس فقط الـ H بلس، لا برضو كمان للطرف اللي الطرف الآخر، لكل الطرفين بضيف الـ O H سالب. ما لا تنسى من حالكم بتضيفوه على طرف واحد، لا انا في الوسط القاعد بضيف الاو اتش سالب بناء على عدد ايونات الاتش بلس لكلا الطرفين. الطرف اللي ظهر فيه الاتش بلس مع الاو اتش سالب، ما انساش السالب، بحوله لماء فبتتحول لاربعة اتش تو او. واضح؟ هلا عندي ماء على الطرف الايمن وفي ماء على الطرف الايسر، شو بدي اعمل هلا فيه؟ بشطب. أنا هون أربعة وهون تنين، يعني أطرح أربعة ناقص تنين تنين، وين بحط التنين؟ عند الطرف الأكتر. هون شو عندي؟ هاي الأربعة، إذا هون بحط التنين H2O. هلا باجي بنزل، شو المتبقي ضل عندي؟ ضل عندي أربعة OH سالب زائد تنين Br2 عم بتعطيني تنين BrO سالب، زائد مشطوبة فوقيه شو عندي؟ إذا ضل عندي تنين H2O زائد تنين Br سالب، فبتكون هذه هي معادلة التفاعل الكلي الموزونة في وسط قاعدي. لاحظ إذا كان حمضي لازم يضل عندك H بلس، لو في طرف واحد فقط لازم يكون، إذا كان قاعدي لازم تضل تطلع في معاك المعادلة الكلية في معها او اتش سالب، في طرف برضو ايش عندي؟ واحد فقط، سواء كان على اليمين او على اليسار. واضح؟ وصلت الفكرة؟ طيب الله يرضى عليكم، بدي تركزوا لي على في الموازنة على السؤال الموجود صفحة 75 والموازنة في المثال، حلوها ركزوا عليهم بالإضافة لأسئلة الوحدة، الموازنة في الموجودة في الفصل والوحدة والموازنة الموجودة في الوزارة لآخر ست دورات. واضح شباب؟ بس بدي أخذ أذكركم في الموازنة هاي اللي هي صفحة 79 السؤال الثامن، قال لي وازن هذا المعادل في وسط ايش عندي؟ حمضي. بس بدي انقل المعادلة، انا باجي بنقل معادلتي على دفتر اجابتي عشان ما نعج، ايش هي بي بي او 2 زائد اتش 2 اس او 4 عم تعطيني بي بي اس او 4. انا هيك هي بعتبر هاي صفحه الاجابه وهيك بشتغل. بدي اوازن، قال لي وزنها في وسط حمضي، باجي باخذ كل ماده قبل ما وهيك بحط السهم بيناتهم بالضبط هيك، اوكي؟ مع المادة صورة إلها بعد. هلأ بتأكد إنه المادة اللي قبل جميع الذرات الموجودة فيها موجودة وين؟ رح لازم يكون الذرات موجودة إيش؟ بعد، ما عدا إيش؟ الـ O والـ H. يعني شو قصدك يا مس؟ أنا عندي بي بي، في بعد بي بي A. طب بعد أنا في عندي S، طب قبل ما في S. اعرف اذا لازم انا كنت انزل على الماده ماده تانية اللي تحتوي على ايش؟ العنصر الناقص، هيك بتاكد من الاول. فبروح اشوف الماده اللي فيها اس، هي اذا مضطر انزل مع البي بي H2SO4 عشان احافظ على قانون حفظ الماده انه نوع الذرات قبل موجود نوع الذرات بعد. بعد ما اتاكد انه كل الانواع نوع الذرات القبل نفس النوع بعد ما عدا الاو والاتش، ممكن يكون قبل او بعد ما فيش او، هذا لانه انا بقدر اعالج النقص في الاو، وممكن يكون الاتش كمان موجود قبل او ومش موجود بعد او العكس صحيح. واضح؟ انا الاو والاتش ماليش قص فيهم، ما بعالج نقصهم، فقط اي ذرات اخرى غير الاكسجين، فانا بدي احافظ على قانون حفظ الماده. بعد ما اتاكد ان قانون حفظ الماده مزبوط عندي ببلش موازنه، بوازن جميع الذرات ما عدا او، هي ببلش بي بي وحده بي بي وحده، الاس وحده الاس وحده، نخلصها. هلا برجع مبدأ مين؟ O. O بعالجها بال H2O، ال H H بلس والالكترونات، بضيف الالكترونات للطرف الأكثر موجبية. ال O عندي هاي أربعة، في عدد مولات؟ لا، إذا أربعة بالطرف هذا. هون هي كمان أربعة، إذا موزون الأكسجين، الله يرضى عليها ريحتني. برجع ال H عندي تنتين، بطلع دايما طلع العدد جوا طلع العدد المولات عشان تتذكر أضرب، 2 في 1 2. هون ولا واحد، إذا هذا الطرف فيه نقص بالهيدروجين فبرجع على الطرف اللي فيه نقص بضيف 2 H بلس، برجع على الإلكترونات، مركب متعادل يعني صفر، ذرة عادل حالها صفر، فالمجموع الجبري في المتفاعلات صفر.
هون مركب متعادل انا صفر، عندي شحنة بضربها بعدد المولات، موجب واحد في اثنين، موجب اثنين في الطرف كله، عندي موجب اثنين. بطرح المجموع الكبير ناقص المجموع الصغير، اثنين ناقص صفر اثنين، للأكثر موجبية هي 2 الكترونات. الكتروناتي وين طلعت؟ بعد السالم. إذا باش بكتب قبليها هذه معادلة نصف تفاعل تأكسد موزونة. إذا على السريع هلأ شو رح تطلع عندي؟ معادلة نصف تفاعل إجباري، لازم تكون إيش عندي؟ اختزال، وبدي أعملها إيش عندي؟ موزون. باجي باخد المركب الثاني اللي ما أخدته بالمركب الأول، بي بي أوتو، باخد شو الصورة تشبهها؟ ما فيش عندي لمادة واحدة نزلتها أول مرة، طب يا مس عادي بنزلها كمان مرة في المتفاعلات لأنه ما فيش غيرها لازم أنزلها. بتأكد من قانون حفظ المادة، أنا عندي بي بي وهي بي بي، أكسجين أشوفها لا ماليش خص فيها، طب هون عندي أس وهون ما في أس، فاضطريت أنزل كمان المادة اللي تحتوي على الأس عشان أحافظ على قانون حفظ المادة. تأكدت من قانون حفظ المادة، هلا بوازن جميع الذرات وبنسى أوهي، بي بي وحدة بي بي وحدة، أس وحدة هي أس وحدة، ريحتني باجي على أوهي، أكسجين هي أربعة في عدد مولات أربعة، وهي هون اتنين في واحد اتنين، يعني أربعة زائد اتنين زائد، عندي هون ستة أكسجين عشان ما أنساش. باجي هون أربعة في واحد هي أربعة أكسجين، قديش الفرق بين هون وهون؟ أنا عندي أربع ذرات أكسجين وهون عندي أنا ست ذرات إيش عندي؟ أكسجين. الفرق اتنين، مين الأكثر اللي في النقص؟ هيو الطرف اللي فيه النقص هو اللي بدي أضيف عليه H2O، أنا كمان واحدة فيها نقص اتنين H2O. باجي على H، اتنين في واحد هي اتنين، أنا يعني هون عندي اتنين H، هون ما في شي، هون اتنين في اتنين هي أربعة عندي H، الفرق بين الطرفين باتنين اتش، مين الطرف اللي في النقص؟ هيو باجي على الطرف اللي في النقص بحط عنده اتنين اتش بلس بلس ما تنساهاش. باجي على الشحنة، عندي شحنة في عدد المولات موجب اتنين، هون صفر هاي صفر، في المجموع كله شو بطلع للطرف هذا؟ موجب ايش عندي؟ اتنين. هون هاي صفر وهون مركب متعب برضه صفر، اذا كله عندي ايش؟ صفر. الكبير ناقص صغير اتنين ناقص صفر اتنين، ومن الطرف الأكثر موجبية هايو هاي 2 إلكترونات. ودائما تذكرين الإلكترونات لازم تظهر مع الطرف اللي فيه H بلس، الإلكترونات تظهر مع الطرف ال H بلس دائما على الأغلب. طيب يا بده معادلة تفاعل كلية موزونة، كلية بكمل هيك، طب لو قال لك فرع ألف نصف تفاعل اختزال، فباش بحكي له مثلا هذا هو نصف تفاعل اختزال هي ألف، با نصف تفاعل تأكسد هي جيم، وازن معادلة التفاعل الكلي في وسط حمضي. باجي تفاعل الإلكترونات بتأكد متساوي أو متساوي، بشطب واضح؟ هلأ الـ H بلس وهي H بلس كمان بيروحوا مع بعض، في عندي H2O هون في H2O لا، إذا هلأ بجمع شوي شوي، أنا عندي هون مركب ومركب نفسه بجمعهم واحد وواحد، يعني أعطيني اتنين من هذا المركب H2SO4. بي بي في تحتها بي لا تنزل، بي بي زائد بي بي او 2، بخلص المتفاعلات كلها بجمع اللي فوق مع اللي تحت، خلصت بروح لوين عندي؟ للنواتج، نواتج هون بي بي اس اوفر، في تحت بي بي اصفر كم واحد؟ واحد زائد واحد اتنين بي بي اس اوفر، زائد اتش بلس ما هي مشطوبه، هلا عندي والالكترونات مشطوبه ما ضلش اشي فوق تحت، شو ضل عندي؟ اتنين اتش 2 او، واضح؟ هذا ايش عندي؟ معادلة التفاعل الكلي الموزونة في وسط حمضي، واضح؟ طيب يا مس هي ما طلع عندي اتش بلس، مش ضروري بالحمضي مش ضروري يطلع معك الاتش بلس، بس بالقاعدة لازم يطلع معك الاو اتش سالب، وصلت الفكرة؟ طيب يا مس هل بقدر هذا اكمله قاعدة؟ لا، ليش ما بقدر اكمله قاعدة؟ لانه طالما ما في عندك اتش بلس اذا هي رح تكون نفسها حمضي وبنفس الوقت ايش عندي؟ قاعدة. وصلت الفكرة؟ طيب لو انا جيت وزنت ولقيت انه عدد الالكترونات المفقودة طلعت عندي مثلا 24 الكترون، والمكتسبة انا عندي مثلا 24 و36 الكترون. طيب عشان اجمع الانصاف لازم يكون عدد الالكترونات المفقوده والمكتسبه متساوي. هلا طالما مش متساويه بدي اساويها. طيب هل اضرب كل طرف، يعني اجي اضرب هذا النص عشان اوازنها ب 36 واجي اجي اضربها بهاي ب 24؟ لا، انا طالما في اشي مشترك بيناتهم
واضح؟ بتاخذ المضاعف المشترك الاكبر. يعني كيف قصدك امس؟ يعني 24 ده اجي احللها، اللي هي 6 ضرب 4، وال6 بتتحلى 2 ضرب 3، وال4 2 ضرب 2. ال36 اللي هي 9 ضرب 4 اللي بتتحلى 3 ضرب 3 و2 ضرب 2. باخذ هاي 2 مع 2 باخذ وحده، 2 مع 2 هي وحده، 3 مع 3 هي وحده، شو ضل عندي 2 و3 فبضرب 2 ضرب 3. شو بيطلع عندي هون؟ 4 ب 3 12، 12 ضرب 6 6 ب 2 12، 6 ب 1 72. واضح بيطلع 72. فال 24 ضرب ايش بعطيني 72؟ اللي هي ضرب ايش عندي؟ 3، 3 ب 4 12. واضح؟ هلا 36 كده تعطيني 72، اللي هي ضرب ايش عندي؟ ضرب 2، 2 ب 6 12، 2 ب 3 6 ب 1 72. فانا لازم اضرب بالعام المشترك ايش عندي؟ الاصغر عشان احصل على الهاي. وصلت الفكره؟ واضح شباب؟ طيب هلا بدي افوت على مين؟ على الخلايا الجلبانيه، الفصل الثاني من وحده التاكسد والاختزال. خلية جلبانية بدك تعرف إن هي يحدث فيها تفاعل تأكسد واختزال تلقائية، تلقائية يعني وتنتج طاقة كهربائية، يعني بتحول اللي أنا عندي تحولات الطاقة فيها من كيميائية إلى كهربائية. بدك تعرف إنه في الخلية الجلبانية إنه تتكون من مصعد ومهبط، قطبين، مصعد ومهبط، وكل قطب فيه وعاء. الوعاء اللي بيحطه فيه مصعد بحكي هذا وعاء، قطب المصعد اللي بيمثل يعني نص تفاعل تأكسد، والوعاء اللي بيحتوي على القطب المهبط هذا وعاء المهبط اللي بيحتوي على نص تفاعل اختزال. الخلية كلياتها هي معادلة تفاعل تأكسد واختزال، اللي بتتكون من أسلاك وقطبين مغموسين بمحاليل، محاليل تحتوي على أيونات من نفس نوع إيش عندي؟ القطب. يعني أنا عندي إكس لازم يكون يحتوي على أيونات الإكس، عندي واي لازم يحتوي على أيونات الواي، وعندي قنطرة ملحية اللي هي عشان أغلق هذه الذرة الكهربائية عشان ينتج عندي تيار كهربائي. واضح؟ عشان يصير عندي انتقال الإلكترونات ويصير عندي تيار كهربائي. وراح نشوف شو أهمية هاي القنطرة الملحية. وعندي أسلاك تربط مين؟ الأقطاب. يعني الأسلاك تربط الأقطاب، والأوعية المحالية شو بتربطها؟ القنطرة الملحية. بدك تعرف إن التأكسد يحدث على القطب المصعد، وهذا القطب تقل كتلته مع مرور الزمن، ولما تقل كتلته تقل كتلته وبيزداد عندي ايش عندي؟ تركيز الايونات الموجبه بيزداد في قطب المصعد. في قطب المهبط بصير عنده اختزال، المهبط بصير عليه اختزال وبتزداد كتلته المهبط، وبيقل عندي تركيز الايونات في قطب المهبط. يعني القطب اللي بتقل كتلته تزداد ايوناته، القطب اللي بتزداد كتلته شو بيصير بأيوناته؟ تقل، يعني عكسه. واضح؟ التيار الكهربائي يسر دائما من المصعد الى المهبط، عشان هيك المؤشر الفولتميتر دائما يتجه نحو مين؟ المهبط، مع حركه مين عندي؟ الالكترون. اذا الالكترون تتحرك هيك عرفت ان هذاك القطب مهبط، اذا تتحرك هيك شو بعرف القطب المؤشر لإله بكون هو المهبط. بدك تعرف انه المصعد دائما شحنته سالبه في الخليه الجلبانيه، المهبط شحنته موجبه، والسبب سالبه بسبب تاكسد ذرات المصعد وتركز الايونات على قطب المصعد. المهبط ليش موجبه؟ بسبب توجه الالكترونات نحو، عشان هيك بشحن بشحنه ايش عندي؟ موجبه. واضح؟ القنطره الملحيه عباره عن انبوب على شكل حرف يو، بيحتوي على محلول مشبع لأحد الأملاح مثل KCl، تعمل على إكمال الذرة الكهربائية عن طريق انتقال الأيونات في المحاليل بس دون إيش عندي؟ اختلاطها. يعني هي بتسكر لي الذرة وبتعمل على إعادة الاتزان الكهربائي. هلأ إحنا مش مطالبين هاي، بس إحنا شرحناها، حكينا دائما في القنطرة الملحية الأيون السالب بروح لوعاء القطب السالب لمعالجة أو لمعادلة النقص في السالب، التعويض السالب وموازنة إيش عندي؟ الموجب، عشان أعوض السالب لأنه صار عندي الأيونات الموجبة عم تزداد على حساب إيش عندي؟ السالب، فبدي أعوض النقص في السالب ويعادل إيش عندي؟ الموجب. الموجب بروح لوعاء القطب الموجب اللي هو المهبط لتعويض النقص اللي صار في الموجب ومعادلة ايش عندي؟ السالب. واضح؟
هلا القوة الدافع الكهربائية أكبر فرق جهد كهربائي بين قطبين، يعني أكبر فرق جهد بين القطبين اللي هو القوة، بنسميها القوة الدافعة الكهربائية، واللي هي تمثل إي نوت الخلية. واضح؟ وليش بنحط نوت؟ قلنا لأنه بقيسها عند ظروف معيارية. شو هي الظروف المعيارية؟ ممكن يقول لك إياها، هي درجة حرارة 25 درجة سلسيوس، واحد ضغط جوي، وعندي تركيز الأيونات في داخل المحلول. شو لازم تكون عندي؟ واحد مول لكل لتر. هلا الاي نوت، انا ما اعرف الاي نوت للخليه الجلفانيه، يعني انا بعرف انه قدرتها على قديش انتاج تيار، يعني كل ما زاد اي نوت للخليه بيكون انا عندي كميه التيار اكبر وقابليه حدوث التفاعل اكثر، يعني كل ما زاد اي نوت الخليه تزداد قابليه حدوث ايش عندي؟ التفاعل. لما بدي احسب اي نوت الخليه لازم اكون انا عارفه اي نوت المصعد واي نوت المهبط. دائما اي نوت المهبط بيكون هو قيمته أعلى من إي نوت إيش؟ المصعد. فدايما بحكي جهد الاختزال الأعلى الأكبر اللي هو لمين بكون؟ للمهبط، ناقص جهد الاختزال الأقل اللي هو مين؟ هو المصعد. واضح؟ هلا كل ما زادت زي ما حكينا تعتمد قيمة إي نوت على ميل التأكسد للحدوث وميل الاختزال للحدوث. جهد الاختزال تزداد كل ما زاد جهد الاختزال، يعني قدرة القطب على الكسب الإلكترونات تزداد، بيزداد قدرته على الكسب ويزداد قوته كعامل مؤكسد. كل ما زاد جهد التأكسد للقطب المصعد بيزداد قدرته على فقد الإلكترونات وبتزداد قوته كعامل إيش عندي؟ مختزل. طيب أنا مش كيف عرفوا؟ كيف عرفوا أنا عندي كل قطب كيف جهد ايش عندي تأكسده او جهد ايش عندي اختزاله؟ حكينا تم اختيار قطب مرجعي اللي هو قطب الهيدروجين لحساب، ليش تم اختياره؟ لحساب جهد اختزال العناصر الاخرى، واعتبر جهد اختزاله شو ماله؟ صفر، سواء اختزاله او تأكسده. والهيدروجين لما يختزل بتحول، قلنا المعادلة مطالبين في حفظها، دائما لما يختزل الهيدروجين بتحول من ايون لايش عندي؟ لجزيء. هلا بوازنها، بضرب هون باثنين والشحنة هنا هي 2 الكترون، فهذا هو بنسميه نص تفاعل اختزال من عندي قطب الهيدروجين، وهي مطالبة بحفظها. هلا من ايش بتكون هذا القطب؟ هو عبارة عن قطب من البلاتين، قلنا مش مطالبين بالتفسير بس كتبت لكم اياها، حكيناها في الشرح في اثناء الحصص، لحتى تكون عندي اكبر مساحة سطح اوفر لحدوث ايش عندي؟ التفاعل. لازم يكون محلول الحمضي داخل وعاء القطب الهيدروجيني تركيزه واحد مول لكل لتر، ويمرر عليه غاز الهيدروجين ضغطه واحد ضغط جوي، عنده درجة حرارة 25 درجة سلسيوس. واضح؟ هلأ بعد ما ربطنا كل قطب، أنا عندي فلز مش عارفة شو جهد تأكسده أو اختزاله، باجي بربطه مع مين؟ مع قطب الهيدروجين إيش عندي؟ المعياري. واضح؟ باجي بصمم خلية جلفانية زي ما حكينا، باجي بشوف هلا بناء على المؤشرات لازم أعرف هلا الهيدروجين بيشتغل كمصعد ولا مهبط؟ شو سبب اختياره؟ لأنه يستطيع أن يمثل مصعدا ومهبطا بسبب نشاطه الكيميائي المتوسط، فممكن أن يكون مصعد أو مهبط. واضح؟ هذا سببه. هلا هذا الفلز أنا اللي مش عارفة شو تأكسده أو شو اختزاله، بربطه مع الهيدروجين. هلا إذا أنا عندي الفولت ميتر المؤشر راح مع لقطب الهيدروجين، بعرف إنه الهيدروجين هلا بيشتغل إيش عندي؟ مهبط، وإكس شو راح يشتغل؟ مصعد. القراءة دائما راح تعطيني إياها بإشارتها موجبة، أعطاني مثلا 34 إيش عندي؟ أو أحكي 14%. واضح؟ هلا باجي انا ال 14% اللي طلعت هي اي نوت مين عندي؟ الخليه. اي نوت الخليه شو تساوي؟ اي نوت اختزال الاكبر اللي هو دائما بيكون المهبط ناقص اي نوت اختزال الاقل اللي هو دائما راح يكون مين عندي؟ المصعد. في الخليه الجلفانيه دائما اللي بيمتلك جهود اختزال اعلى هو ممكن بيكون المهبط، واللي بيمتلك جهود اختزال اعلى شو بيكون؟ هو المصعد. فانا بطرح اختزال المهبط ناقص اختزال المصعد. ينط الخليه اللي هي نفسها قراءه الفولت ميتر اللي شو عندي؟ قراءتها 14%. المهبط من هو المهبط؟ طلع عندي هلا بهاي الحاله الهيدروجين، والهيدروجين سواء مهبط ولا مصعد دائما ينط اختزال شو يساوي؟ صفر. ينط اختزال هذا القطب انا مجهول اللي هو اختزال مين؟ اكس اللي مش عارفه. باجي بحل بطلع انا عندي اي نوت اختزال اكس شو بطلع عندي؟ سالب 14
بالمية صالح 14 ايش عندي بالمية. طب شو جهد تأكسد الاكس؟ نفس القيمة بس شو بعمل بالإشارة؟ بقلبها. فجهد اختزال اكس سالب 14% بكون جهد تأكسده موجب 14 ايش عندي بالمية. من ملاحظ هذا صفر وهذا ايش عندي؟ سالب 14%. اللي كان مهبط اللي هو الصفر اللي هو الهيدروجين، واكس سالب 14% اللي هي رح تكون مصعد، فرح تكون سالب 14% بالمية فوقيها. طب هي مس على اي اساس فيها؟ شاف العلماء انه افضل انه بعد ما اعرف كل جهد كل قطب نيجي نصممها في داخل جدول. هذا الجدول سمي جدول جهود ايش عندي؟ الاختزال. طالما بقيسها بظروف معياري فبسمينا ايش؟ معياري. تم ترتيب الاقطاب كل قطب قيمة جهده بناء على جهد اختزال هذا القطب، يعني حول كل جهود الاقطاب لجهود اختزال. جهود اختزال يعني الالكترونات قبل ايش عندي؟ السهم. رتبوها من اعلى لاسفل، من اقل جهد اختزال للقطب لاعلى اعلى جهد اختزال، يعني من اقل اي نوت اختزال لاعلى اي نوت ايش عندي؟ اختزال. هلا الاقطاب اللي بتكون فوق لما اجي ادرس، مثلا انا عندي هنا جهود اختزال رح الاقي انا اقطابي رح تكون يا فلزات او لا فلزات. اذا كان فلزات الفلز بتحول من ايون لايش عندي؟ لذره في انصاف الاختزال. واذا كان انا عندي هذا العنصر لا فلز بكون انا عصوره جزيء وبتحول لايون ايش عندي؟ سالب. واضح؟ هلا هذا نصف اختزال، يعني الليثيوم شو بتشتغل؟ عامل مؤكسد. شو بتتحول؟ لعامل ايش عندي؟ مختزل. يعني انا بجد وجهت جهود اختزال بدي اتعامل مع انصاف اختزال. المواد اللي بتظهر قبل السهم بنسميها عامل مؤكسد، المواد اللي بتظهر بعد السهم شو بسميها؟ عامل ايش عندي؟ مختزل. والله دائما رح نتعامل مع العوامل المؤكسد يا بصورة ايونات موجبة رح تكون او بصورة ايش عندي؟ جزيئات. واضح؟ ممكن يجي لك دائرة، اي من المواد التالية يسلك كعامل ايش عندي؟ مؤكسد. بكتب لك سأل سالب، الاي موجب، سأل 2 عامل مؤكسد يعني قبل السهم. قبل السهم صورة العوامل المؤكسد تكون يا ايونات يا ايش عندي؟ يا جزيئات. واضح؟ فانا عندي هالايونات موجبه، عندي ايون موجب، هل عندي جزيئات؟ عندي. اذا انا هدول المادتين بسلك كعامل مختزل، بينما الذره والايون السالب شو بسلكوا؟ عامل ايش عندي؟ مختزل. ذرات وايونات سالبه شو بيشتغلوا؟ عامل مختزل. ايونات موجبه وجزيئات شو بيشتغلوا؟ عامل مؤكسد. واضح؟ هلا ماذا يعني انا برتب الاقطابي من اقل الى اعلى؟ هلا انا كل ما بنزل بالذات انا عندي اي نوت ايش عندي؟ القطب، يعني اي نوت اختزال القطب. واضح؟ اي نوت اختزال ايش عندي؟ القطب. ماذا يعني جهد اختزال القطب؟ جهد اختزال القطب اللي هو جهد القطب عند الظروف المعيارية، اللي هي رح يكون عندي درجة حرارة 25 ورح يكون عندي الضغط الجوي 1 ضغط جوي، ورح يكون أنا عندي درجة حرارة 25 والضغط 1 ضغط جوي، وعندي تركيز الأيونات 1 مول لكل لتر. فأنا معنى اي نوت اختزال قطب يعني جهد الاختزال المعياري اللي هو ميل القطب للاختزال. اي نوت اختزال يعني ميل القطب للاختزال عندما يكون تركيز الايونات 1 مول والضغط 1 ضغط جوي وعنده درجة حرارة 25 درجة سلسيوس. فميل القطب للاختزال نسميه جهد الاختزال القطب المعياري. واضح؟ هلا كل ما زادت احنا نعرف اي نوت اختزال القطب، اختزال القطب بيزداد ميل القطب للاختزال، وطالما اختزال يعني بيزداد ميل القطب
للكسب، واضح؟ طالما زاد ميله للكسب يعني بيزداد قوة العامل من عندي المؤكسد، وتقل قوة ايش عندي؟ العامل المختزل. يعني انا هي اي نوت تك هون، فبعرف انا اي نوت اختزال القطب عالية، اذا انا عندي اختزال عالية مين بكون الاقوى؟ العامل المؤكسد. وين موقع العامل المؤكسد؟ قبل السهم، فالسي ال 2 هي اقوى عامل مؤكسد هلا عندي هون، واضح؟ اقوى عامل مؤكسد رح تقابلها ايش عندي؟ اضعف عامل مختزل. فدائما انا اقوى عامل مؤكسد بكون قبل السهم تحت، اقوى عامل مختزل بكون بعد السهم وين عندي؟ فوق. انا كل ما بطلع عند جهة العوامل المختزل تزداد قوة العامل المختزل، كل ما باجي عند العامل المؤكسد اللي قبل السهم انزل لتحت تزداد قوة العامل المؤكسد. فبلاحظ اذا كان عندي بدي عامل مؤكسد ضعيف بتطلع قبل السهم عند العوامل المؤكسدة، ضعيف بتطلع فوق، فاضعف عامل مؤكسد شو بقابله؟ اقوى عامل مختزل. اقوى عامل مؤكسد شو بقابله؟ اضعف عامل ايش عندي؟ مختزل. عشان انا اكون خليه جلفانية دائما يتفاعل الاقوياء مع الاقوياء، يعني حسب ترتيبهم لازم يكون انا عندي العامل المختزل القوي اللي بعد السهم بيقدر يتفاعل مع جميع العوامل المؤكسده اللي بتكون تحته، لانه بالنسبه له رح تكون هي عوامل مؤكسده قويه، واضح؟ العامل المؤكسد القوي اللي بيكون هو قبل السهم، واضح؟ بالنسبه للعامل المختزل لازم عشان يقدر يتفاعل معه تلقائي لازم يكون يتفاعل مع كل العوامل المختزله اللي بتكون ايش عندي؟ فوقيه. فانا عشان اعمل خليه جلفانيه العامل المختزل وين مكان موقعه؟ وين بكون موقعه؟ اللي هو بكون موقعه ايش عندي؟ بعد السهم بانصاف ايش عندي؟ الاختزال. بتفاعل مع جميع العوامل المؤكسده اللي بتكون تحته، يعني العامل المختزل يستطيع ان يختزل كل العوامل المؤكسده اللي تحته. العامل المؤكسد اللي بيكون هو قبل السهم بيقدر يؤكسد كل العوامل المختزله اللي بتكون ايش عنده؟ فوقه في الترتيب، واضح؟ وصلت الفكره؟ فأنا بحكي العامل المؤكسد اللي هو بيكون له أعلى جهد اختزال يستطيع أكسدة كل جميع العوامل المختزلة الفوقية، طالما بيقدر يأكسدها زي العامل المختزل شو بيصير فيه؟ بذوب، لأنه العامل المختزل رح يكون هو المصعد، والمصعد شو بيصير بكتلته؟ بتقل، يعني كأنه يذوب، واضح؟ العامل المختزل اللي بيكون فوق يختزل كل العوامل المؤكسده اللي بتكون ايش عنده؟ تحت، طالما اختزلها والعامل المؤكسد رح يكون هو بصوره ايش عندي؟ ايونات، فهو رح يحل محلها. يا بحكي العامل المختزل يختزل، او بحكي العامل المختزل يحل او يرسب او يستخلص او يفصل كل العوامل المؤكسده اللي تحت. عامل مختزل الاقوى بكون فوق بعد السهم، بكون جهد اختزاله شو ماله؟ قليل، يستطيع شو ماله يعمل؟ يحل محل العامل المؤكسد اللي بيكون تحته، او يرسب كل العوامل المؤكسد اللي تحته، يستخلص للي تحته، يستخرج، يفصل. طالما فعل مضارع عندك مثبت يعني يحدث تفاعل، طالما يحدث تفاعل مع هذا العامل المختزل اذا كل مين بكل العوامل المؤكسده اللي بتكون تحته في الترتيب. بينما لما اقول لك لا يستخلص، لا يرسب، لا يتفاعل، لا يحلل، لا يحل، طالما فعل مضارع منفي اذا رح هذا العامل المختزل رح لا يتفاعل مع كل العوامل المؤكسده رح تكون وين عنده؟ فوقيه في الترتيب، واضح؟ طب انا عندي ترتيب لعوامل المختزله وبدي اصمم خليه جلفانيه، باخذ اقوى عامل مختزل مع اقوى عامل مؤكسد، يعني ابعد فلزين عن بعض، الاول في الترتيب مع الاخر في الترتيب، واضح؟ لما بدي اصمم خليه جلفانيه اقل فولتيه بدي اختار فلزين متتاليين ورا بعض واحسب ينط الخليه لهدول الفلزين او هدول العنصرين المتتاليين. اذا الفلزين لازم يكون اللي فوق فلز واللي تحت فلز، اذا كان عنصرين مش شرط يكون فوق فلز وتحت فلز، واضح؟ بختار هدول العنصرين المتتاليين بحسب اي نوت لإلهم اللي هي اي نوت المهبط ناقص اي نوت المصعد، اللي تحت مهبط هابط واللي فوق في الترتيب شو بيكون؟ صاعد، يعني هو المصعد صاعد، يعني هو مصعد كتلته قليلة، أيونات في وعائه كتيرة، جهد اختزاله قليل، عنده ميل أكتر للتأكسد،
واضح؟ اللي تحت بيكون هو الهابط، يعني هو اللي بده يشتغل هلا مهبط. اذا انهبط يعني كتلته كتيره، ايوناته في داخل وعائه بتكون قليله، كتلته كتيره، ايوناته في وعائه قليله. عكسه بيكون هو جهد اختزاله كتير عالي، جهد اختزاله عالي يعني عنده ميل للكسب اكتر. واضح؟ فبكون هو اقوى كعامل اش عندي مؤكسد، وباخذ صورة العامل المؤكسد من قبل السهم. العامل المختزل اللي بيكون فوق هو أقوى عامل مختزل، وباخذ صيغة العامل المختزل من بعد السهم. واضح؟ رح نلاحظ لما أرتب أنصاف الأقطاب رح يكون عندي اللي الجهود الاختزال السالبة فوق وجهود الاختزال الموجبة وين عندي في الترتيب تحت. بفصل بين السالب والموجب الصفر، من هو الصفر؟ القطب الهيدروجين المعياري. كل العوامل المختزلة اللي بعد السهم فوق القطب الهيدروجين، يعني جميع العوامل المختزلة يعني أنا رتبت أنصاف اختزال، واضح؟ وأنا هون هي هون الهيدروجين اللي هو بكون صورته قبل السهم H بلس وبتحول H2. فقط أنا عندي ال H2 بتتحول، يفترض أن الأيونات ترجع لذرات، ما عدا ال H بلس ترجع لإيش عندي؟ لجزيء ال H2. واضح؟ بينما الجزيئات شو بتتحول؟ لأيونات إيش عندي؟ سالبة. واضح؟ الأيونات تتحول لذرات، ما عدا أيون الهيدروجين شو بتحول؟ لجزيء لأصله. الجزيء شو بيرجع؟ لأيون سالب. أنا هلا عندي هي الصفر، هلا كل اللي الأنصاف اللي فوق لازم تكون شو إشاراتها كلها سالبة، واللي تحت شو تكون إشاراتها جهودها موجبة. هلا بدنا نعرف كل الفلزات اللي فوق قطب الهيدروجين كعوامل مختزلة تستطيع أن تتفاعل مع أيونات الـ H بلس، ومعنى H بلس معناها يعني حمض، لما أحكي حمض يعني H بلس. إيش مكان صيغة الحمض؟ حمض هذا كلوريك، كبريتيك، محاليل حمضية مخففة يعني H بلس. من المتفاعل مع هاي الأحماض؟ كل الفلزات، كل العوامل المختزلة اللي فوق ال H بلس. من اللي ما بتقدر تتفاعل مع ال H بلس؟ كل العوامل المختزلة اللي تحت هون لا تتفاعل. هون كل العوامل المختزلة اللي بعد السهم تتفاعل مع ال H بلس. طالما ما تتفاعل عسر شو تتحول H بلس ل H2، طالما H2 يعني غاز، يعني كل العوامل المختزلة فوق قطب الهيدروجين تستطيع أن تتفاعل مع الحموض وتخرج أو تطلق غاز الهيدروجين، بينما العوامل المختزلة اللي تحت الهيدروجين لا تستطيع أن تتفاعل مع ال H بلس مع الحموض. طالما ما بتتفاعل إذا لن تطلق إيش عندي؟ غاز الهيدروجين. يعني قلت لك من الفلز الذي يستطيع أن يتفاعل مع الحموض المخففة ويطلق غاز الهيدروجين؟ إذا تدور على عامل مختزل يكون فوق الهيدروجين. مين الفلز اللي ما بيقدر أن يطلق غاز الهيدروجين عند تفاعله مع الحمود؟ طالما ما بيطلق غاز الهيدروجين إذا لن يتفاعل. ومين اللي ما بتتفاعل مع الحمود اللي هي يعني معنى حمض يعني H بلس؟ مين اللي ما بتفاعل مع H بلس؟ كل العوامل المختزلة اللي إيش عنده تحته إيش عندي في الترتيب. واضح؟ طيب هلأ أنا عندي بيجي بقول لك عندك ملعقة من الآجي يراد هل يمكن تحريكها في محلول NaCl؟ باجي على جملتي بطلع أنا على الفلزات، من الفلزات عندي هي آجي والإن إيه. آجي قاعدة لحالها، قاعدة لحالها يعني ذرة، ذرة شو يعني ذرة؟ ذرة يعني تكون وين موقعها في الأنصاف الاختزال بعد السهم؟ بعد السهم يعني الذرة تكون هي عامل إيش عندي؟ مختزل، يعني بدور عليها وين؟ بعد السهم. هون الفلز داخل وعاء، داخل مركب، يعني داخل مركب أو محلول أو أيونات أو خامات. خامات، أيونات، محلول، مركب، يعني أنا عندي هلا هون على صورة أيون، والأيونات الموجبة أين توجد؟ أيون موجب، يعني بكون عندي عامل مؤكسد، يعني أدور عليه قبل إيش عندي؟ السهم. برجع لترتيبي، لازم يكون أنا عندي الترتيب موجود، عارف نصف كل واحد عارف ترتيبهم، عارف إنه الـ NA فوق والـ AG وين؟ تحت، واضح؟ هيك بكون أنا عندي الترتيب جاهز، عندي أنصاف اختزال جميعها. ال NA بكون صورتها NA موجب، وال AG ذرة بكون عندي AG موجب. أنا بدي AG ذرة، وينك يا ذرة؟ هي ذرة. بدي أشوفها مع مين؟ مع ال NA موجب، وين ال NA موجب؟ هي ال NA موجب. هل الأيون اللي هو العامل المؤكسد بيقدر يتفاعل مع العامل المختزل اللي تحته؟ طالما ما بصير
دائما العامل المؤكسد وين ما كان موقع يتفاعل قلنا مع العوامل المختزلة فوق يتفاعل. عامل مؤكسد بيتفاعل مع اللي فوق، عامل مؤكسد لا يتفاعل مع مين؟ اللي تحت. طالما الاجل الذرة طلعت تحت موقع الايون الموجب في ترتيب المعادلات بحكي اذا ايش؟ لا يحدث تفاعل. السؤال بده هل لا يحدث تفاعل ولا هل يمكن؟ طالما لا يحدث تفاعل اذا ايش عندي؟ يمكن التحريك. واضح؟ لو حدث تفاعل، طالما بيحدث تفاعل زي المعلقة شو بيصير فيها؟ بدها تذوب، ببطل في عندي معلقة، هل بقدر احرك؟ اذا لا يحدث. واضح؟ طالما لا يحدث تفاعل اذا يمكن حفظ، يمكن تحريك. يحدث تفاعل لا يمكن، بيصير العكس، لا يمكن تحريك او لا يمكن ايش عندي؟ الحفظ. هلا رح نشوف من خلال ايش عندي نحل مع بعض سؤال على هذا جهود الاختزال. سؤال جهود الاختزال، جدول جهود الاختزال بيجي عندك يا بكون على صورة جدول انصاف اختزال جاهزة عندك، بس ما عليكش الا ترتب وتشوف كل جهد شو ترتيبه بالنسبة للقطب الآخر، أو بكون عندك كمعادلة تفاعل كلية وبدك تحولها لأنصاف اختزال، أو عندك كمعادلة لفظية وتعرف كل ترتيب كل قطب شو بالنسبة له. رح نحل الأنماط الثلاثة اللي عندي. رح ببلش بأول واحد. عندي بيجي عندي جدول، الجدول لازم أتأكد إنه أنصاف. كيف أنصاف؟ يعني لازم يكون في المعادلة عندك إيش؟ إلكترونات. ولازم انصاف اختزال. شو يعني انصاف اختزال؟ يعني لازم اتاكد ان الالكترونات قبل السهم. طالما عندي الكترونات اذا هي انصاف، طالما الالكترونات قبل السهم اذا هي انصاف. ايش عندي؟ اختزال. تاكدت. بعد ما اتاكد باجي بطلع على جهد كل قطب. لازم اجي على هاي ورقتي، هاي ورقه الاجابه، انا هاي اجابتي وهي سؤال الوزاره، ورقه الوزاريه. باجي هون على اقصى ايش عندي اليسار عندي السؤال، باجي برتب هذه الجهود، ببلش من الاكثر في السالبيه، باجي بحط دوائر وين السالب؟ هاي سالب، هاي سالب، هاي سالب. مين الاكثر سالبيه؟ سالب 1.66 بحطه اول واحد، سالب 1.66 بحط الرقم، 1.66 شو بقابله؟ عامل مختزل اللي هو الاي ال، بس حط الاي ال، مش ضروري تكتب كل المعادله تنقلها. واضح؟ مين بيجي بعديها؟ سالب 74%، بحط سالب 74%. مين بقابلها كعامل مختزل؟ الكروم. يعني انا بس برتب العوامل المختزله، يعني ما اذا عرفت ترتيب العوامل المختزله بعرف ترتيب العوامل ايش عندي المؤكسده. بعدين عندي سالب 25% اللي هو يقابله عندي النيكل. بعدين انا عندي باجي عندي ايش؟ باجي على الموجب، ببلش من الاقل ايش؟ بعد الصفر ببلش ايش؟ من الاقل موجبي للاكثر موجبي. من الاقل موجبي انا عندي هي موجب 8، موجب 1.36، موجب 34. بعد الفاصل 8، بعد هون عندي 1 وشي، لا بعد الفاصل 3. اذا من الاقل اللي بون 3، اذا انا عندي هون موجب 34% اللي هو يقابل السي يو. بعدين موجب 8 بالعشرة اللي هو الاي جي. بعدين انا عندي موجب 1.36 اللي بقابل السي ال سالب. واضح؟ رتبت. هلا هل جايب لي سيره الهيدروجين؟ هلا لو مش جايب لك الهيدروجين اسرع بفصل بين السالب والموجب بالصفر. مين هو؟ هيو الاتش 2، بحط صورتك هو الاتش بلس وبتحول ايش عندي لاتش 2. هلا باجي بشوف الاسئله. بعد ما ارتب لازم يكون عندي انصاف اختزال عندي جاهزه ريحني، برتبها من الأكثر سالبية للأكثر موجبية، ببلش من السالب الكتير، بقلل السالب حتى أوصل من الصفر، بعد الصفر ببلش من الموجب القليل للموجب إيش؟ الكتير. مهم الترتيب، أخطأت في الترتيب اعرف راح عليك السؤال، تقريبا ثلاثة أرباع السؤال راح يروح معك، ممكن تشنص معك بفرع أو فرعين. واضح؟ باجي بقول لي شو السؤال الأول؟ حدد العامل المؤكسد الأقوى، يعني أنا فرع واحد بس بدي أكتب له صيغة، حدد العامل، يعني بدي صيغة العامل المؤكسد. عامل مؤكسد يعني هون اطلع على صيغ المواد بعد السهم ولا قبل السهم. عامل مؤكسد دائما الصيغ وين عندي؟ قبل السهم، حتى لو مش كاتبها. واضح؟ اقوى عامل مؤكسد يعني بدي اطلع صيغ قبل السهم واطلع وين؟ تحت. هل انا عندي سي ال سالب؟ برجع لمعادلتي، سي ال سالب شو صورتها كانت؟ سي ال 2، يعني بس انا عندي اجابتي درجة اكتب له سي ال 2 فقط. واضح؟ مش مطالب انك تفسر ليش اخترته. فرع 2 بقول لك هل يمكن حفظ محلول AgNO3 في وعاء الألمنيوم؟ باجي بمسك ورقتي. من الفلزات عندي؟ أنا عندي Ag وعندي مين؟ Al ألمنيوم. ألمنيوم قاعدة لحالة، يعني هي ذرة، ذرة يعني عامل مختزل. الAg قاعدة داخل مركب، داخل محلول، إذا Ag أيون والأيونات بتكون قبل السهم. إيش عندي؟ عامل. إيش عندي؟ مؤكسد.
برجع لترتيبي اللي رتبته هون على ورقتي، بدي اشوف ال كذرة، وين ال كذرة، وين الكذرة، هي الذرة، بدي اشوفها مع مين الاي جي موجب، وين الاي جي موجب، اي جي موجب يعني قبل السهم، هي الاي جي موجب بحطها. هل حسبت هذا الترتيب، هل الايونات اللي هي عامل مؤكسد تستطيع ان تتفاعل مع الذرات اللي فوقيها؟ عامل مؤكسد وين مكان موقعه؟ بتفاعل مع كل اللي فوق، تحت فوق. عامل مختزل فوق بتفاعل مع اللي تحت كعامل مؤكسدة، واضح؟ مؤكسد تحت بتعامل مع المختزل اللي فوق، مختزل فوق بتفاعل مع العامل المؤكسد اللي تحته، واضح؟ طيب هل يحدث تفاعل؟ نعم يحدث تفاعل. طيب السؤال بالله، هل يحدث ولا حفظ؟ طالما يحدث تفاعل، بس عشان اذكر حالي اكتبها، يحدث تفاعل. اذا شو بدي يصير انا عندي التفسير حيكون اذا لا يمكن الحفظ على السريع، فانا رح اتصلح بس فقط على مين لا يمكن الحفظ، بس عشان اثبت حالي. يحدث تفاعل اذا بعكسها لا يمكن حفظ. طيب لو كان لا يحدث تفاعل شو بحكي له؟ يمكن الحفظ. طيب فرع ثلاثة، اكتب عنصر واحد منها يسبب انطلاق غاز الهيدروجين من عند مع المحاليل الحمضية. كلمة حمضية يعني H بلس، يعني تدور وين ال H بلس، هاي ال H بلس بيطلق خالص غاز الهيدروجين، يعني يحدث تفاعل مع ال H بلس. مين اللي بتتفاعل مع ال H بلس؟ كل الفلزات العوامل المختزلة اللي فوقيها. يعني اقول لك اكتب عنصر، انا بدي اكتب عنصر واحد، مين بدي اكتب له؟ النيكل، او بكتب له سي ار، او بكتب له اي ال. لو قال لك ما المواد التي تتفاعل مع اتش بلس، مطالب اكتبهم كلهم، واضح جميعا؟ وضحت الفكره؟ واضح. طيب اخذ النمط الثاني، او اخذ سؤال أسئلة تانية عليه. لو قالك ما هو أقوى عامل مختزل؟ أقوى عامل مختزل يعني تطلع على الترتيبي بعد السهم، أقوى عامل مختزل بيكون بعد السهم فوق، ما بدك تكتب له AL، كتبت AL موجب ثلاثة راحت عليك، واضح؟ ما الخلية الجلفانية اللي بتكون عندي أكبر فلزين يكونان أكبر فرق جهد؟ أكبر فرق جهد تأخذ أول واحد في الترتيب مع آخر واحد ترتيب. طالما بقول لك فلزين تتأكد إنه آخر واحد يكون فلز، هل سي ال فلز؟ لا. إذا شو بدي أخذ اي ال مع الاي جي بلغي السي ال. بل لو قال لك ما العنصران، بكتب له اي ال مع سي ال 2، بحط السي ال، ما بحط سي ال سالب لأنه لازم أخذها بصورتها الأصلية اللي هي شو عندي السي ال 2. طيب خلية جلفانية بتتكون من الاي ال والنيكل، هاي اي ال والنيكل. من المصعد؟ مصعد حسب ترتيبه لبعض بيكون فوق صاعد، إذا بكتب له الاي ال. من المهبط؟ النيكل. من التزاد كتلته؟ اللي فوق اي ال بحكي له. من تقل كتلته؟ الاي ال فوق. اللي من تزداد كتلته؟ النيكل اللي تحت. من اللي ايوناته تقل؟ طالما مصعد فوق قلت كتلته اذا ايوناته بتزداد. مهبط زادت كتلته اذا ايوناته تقل، اذا من هو رح يقل ايوناته اللي قطب النيكل. وصلت الفكره شباب؟ ناخذ النمط الثاني. هذا سؤال انا رح ابعث لكم ان شاء الله مكثف، بس هذا السؤال مش موجود مكثف. انا عندي هذا السؤال، هذا السؤال خلية جلفانية جدول وفي جهود، بس بطلع المعادلة هل فيها إلكترونات؟ طالما ما في إلكترونات إذا أعرف مش أنصافها، هاي بالتفاعل كلي، إذا بتحول تفاعل الكلي لأش عندي الأنصاف، يعني لازم أعرف كل قطب من الأقطاب اللي عندي، يعني أعرف السي شو جهد قطبها، والبي شو جهد قطبها، والدي والأي وهكذا، جميع العناصر موجودة عندي. عشان أعرف لازم يكون واحد من هالخلايا فيها مفتاح الحل. مين مفتاح الحل؟ لازم هو يكون الهيدروجين، قطب الهيدروجين المعياري. طب يا مس لو ما كان الهيدروجين، بشوف الخلية مين الفلز الأكثر تكرارا، سمعيني، الفلز الأكثر تكرارا هو اللي بخلي قطب المرجعي، يعني بجعله هو الصفر وبتعامل معه كالآتي. إذن في البداية بطلع على تفاعلي، بدور هل في التفاعلات يحتوي على هيدروجين؟ طالما وجد الهيدروجين إذن تشتغل على الهيدروجين، هيدروجين إذن أنا عندي هذه المعادلة هي مفتاح الحل لإلي. طيب لو ما كان هيدروجين، يعني الخلية الثانية كان عندي مثلا فلز الدي بتكرر بأكثر من الخلية، بدي أعتبر إنه الدي هو الهيدروجين وأعتبره هو الصفر وأشتغل عليه كالتالي. بزند ابحث عن القطب المرجعي، القطب الصفري، سواء هيدروجين او القطب الاكثر تكرارا. كيف بشتغل؟ مفتاح الحل اللي هو المعادله بتحتوي على القطب المرجعي. هلا مين المرجعي عندي هون؟ الاتش. لو ما وجد الهيدروجين بكون هي المعادله بتحتوي على القطب الاكثر تكرارا، وبدي اعتبره هو الهيدروجين واخليه هو الصفر. باجي ببلش من عند المعادله رقم 3 هي المفتاح الحل لإلي.
على المسودة بشتغل، معادلة 3 أنا جوتال هالكلي 4 وتسالب 34، شو اللي القانون بقول لي؟ بقول لي إي نوت المهبط ناقص إي نوت من عندي المصعد. برجع لخليتي من المصعد ومن المهبط، لازم أشوف شو التغيير بيصير. الدي كانت صفر صارت موجب 2، يعني زاد عدد تأكسد، لأن الدي صار عندي تأكسد، طالما تأكسد هي المصعد. الاتش موجب صارت صفر، إذا صار نقصان، إذا اختزال، اختزال إذا هو المهبط، فبيطلع الهيدروجين هو المهبط. فالمهبط طالما الهيدروجين مهبط هو الصفر، اي نوت المصعد اللي هو اي نوت الدي انا اللي مش عارفاه. طالما المهبط هو صفر دحين الرياضيات، طالما انا القطب المرجعي هو المهبط فبكون اي نوت القطب المرتبط معه هو بكون عندي سالب اي نوت الخلية، فبطلع اي نوت الدي، الدي شو يطلع عندي موجب 34%. بطلع على السريع برتب، انا عندي بحط المرجع من عندي هو الهيدروجين صفر، لو اكثر تكرارا بحط الرمز الاكثر تكرارا، بعد السالب بيكون ذره. موجب 34 وين في الترتيب على الصفر؟ فوقيه ولا تحته؟ انا الفوقيه السالب واللي تحته الموجب، فعلى السريع بحط ال 34 تحتها مين تمثله؟ هي دي لانه ذره بحطها بعد السهم. طيب صار انا كانه دي هلا هو مفتاح الحل، بدور على خليه تحتوي على الدي. هي انا عندي هاي الخليه دي، دي انا عارفه اختزالها جهد اختزال، وعندي جهد مين؟ الخلية الكلي، فباجي على نفس القانون، جهد الخلية الكلي اللي هو موجب 78%، اي نوت المهبط بدي اشوف، برجع على الخلية من المهبط بدي ادرس التغيير في عدد التأكسد، موجب 2 لصفر صار عنده نقصان، اذا هو اختزال، اذا هو مهبط. من صفر لموجب 2 صار زيادة عملية تأكسد، اذا هو عندي ايش؟ عندي مصعد. الدي انا عارف في جهد اختزالها اللي هو المهبط، فبحكي موجب 34% ناقص اي نوت مين المرتبط معه؟ الاي اللي هو المجهول. بحل الرياضيات ودي هاي لهناك وجيب هاي لهون، فبصير عندك اي نوت الاي تساوي 34% ناقص 78%. انا بعمل هالمس، بحط الكبير فوق الفصل تحت الفصل هي 3 4، والكبير هو الاشاره السالبه، بطرح 8 ناقص 4 4 7 ناقص 3 4 والاشاره سالبه. اذا اي نوت الاي شو طلعت عندي؟ سالب 44%، وانا احط السالب فوقيها هي سالب 44% من تمثل الاي. صار الاي عندي هو مفتاح الحل، باجي على الخليه اللي تحتوي على الاي نفس الشيء 74%، ايش بتشتغل؟ نقصان، اذا هي مهبط، زياده هي مصعد. المهبط الاي، الاي صار عندي معلوم لي سالب 44% ناقص اي نوت من عندي السي، ودي السي لهناك عشان يصير موجب، ودي اجيب الرقم لهون. هلا اي نوت السي شو تساوي؟ سالب 44% ناقص 74%، اشارتين متماثله متشابهه، بجمع الاشاره تبقى سالب وبحط الفاصله تحت الفاصله عشان ما 4 و 4 8 7 و 4 11، فبطلع عندي سالب 18.1%. وين السالب فوق؟ هلا هاي سالب 1.18 يعني اكثر سالبيه، اذا بدي احطها فوق السالب ايش عندي؟ ال 44% اللي هو مين عندي؟ السي. اي وسي صاروا معلومات، والدي والاتش معلومات، ضل عندي مين؟ البي. نفس الاشي موجب 1.19% تساوي من المهبط بهي الخليه؟ السي نقصان هي المهبط، السي انا عرفتها اللي هي سالب 1.18% ناقص المصعد من هو؟ البي. اي نوت البي اللي هو ايش عندي؟ المجهول. زي ما اتفقنا بتروح هاي لهناك وهي وديها لهون، بصير اي نوت البي يساوي سالب 1.18 ناقص 1 ايش عندي؟ 19. سالب وسالب بدي اجمع سالب، بحط الاشاره بحط الارقام الفاصله تحت الفاصله وبجمع عشان ما اتلخبط، 9 و 8 17 شوي شوي انت بتجمع، هي 3.2 سالب 2.37% اكثر سالبيه، قيمه اكثر سالبيه اذا تطلع فوق 2.37% اللي شو تمثل عندي؟ اللي هي بي. اصبح جهود كل قطب معلوم ومرتبات من الاكثر سالبيه للاكثر ايش عندي؟ موجبيه. هلا بقدر اشتغل وبشوف شو المطلوب مني. هلا ما جهد قيمة جهد الاختزال المعياري لا الاي، يعني انا عندي بدي اشوف الاي شو طلع جهده، بس على السريع شو بدي اكتب له على دفتر الاجابات؟ يعني هذا الجد هذا الترتيب بحطه باقصى اليسار، واضح؟ وكل الحسابات على المسودة. هلا باجي على الاقصى اليمين الفرع الاول بس بكتب له اي نوت الاي شو طلع عندي؟ سالب 44%، والاي نوت يقاس بوحدة الفولت، ما حطيتش فولت عادي. الفرع الثاني بقول لك هل يمكن حفظ احد املاح الاي في وعاء مصنوع من الفلز سي؟ من الفلزات عندي انا عندي اي وسي، اي داخل املاح، يعني انا اي بدي اتعامل معها كايون، وفي وعاء مصنوع من الفلز، وعاء فلز يعني انا عندي سي ذره،
برجع على ترتيبي، وينك يا سي ذرة؟ هاي سي ذرة. وينك يا اي ايون؟ اي ايون يعني قبل السهم، هاي ترتيبه. هل حسب هذا الترتيب الايون العامل المؤكسد كايون بتفاعل مع العامل المختزل كذرة فوقي في الترتيب؟ نعم. طب ارجع سؤال، هل بده تفاعل ولا حفظ؟ بس انا عشان اكد حالي، انا يحدث تفاعل، بس شو بده؟ هل يمكن الحفظ؟ اذا يحدث، اذا شو بحكي له؟ لا يمكن الحفظ. واضح؟ لو قال لك فسر اجابتك بدك تحسب الاي نوت للخلية. لو قال لك فسر اجابتك تفسير الاجابة عن طريق حساب اي نوت، باجي بكتب له اي نوت الخلية تساوي اي نوت المهبط ناقص اي نوت ايش عندي المصعد. برجع على عشان احسب برجع على هون، الاي موجب يعني هي ايش؟ مهبط. والسي ذرة اذا هي ايش عندي؟ المصعد. يعني بروح على الاي كمهبط شو عندي؟ سالب 44% ناقص السي هي مصعد، يعني سالب مع سالب شو بدها تتحول؟ هاي موجب. الشرطين المختلفات تطرح الشرط الاكبر اللي هي الموجبه، باجي 1.18 فاصله تحت الفاصل وتطرح هاي 4 بس تلف 1.3 هي 74% موجب. طالما انه طلعت اي نوت الخليه اكبر من صفر، اذا التفاعل تلقائي، فيمكن ايش عندي؟ الحفظ. هكذا يكون ايش عندي؟ التفسير. فرع 3، اختر فلزان يكونان خلية لها اعلى فرق جهد. اعلى فرق جهد يعني بدي اخذ اول واحد في الترتيب واخر واحد في الترتيب، بس اتاكد انه اخر واحد فلز. طالما ذرة شو بيكون عندك؟ فلز. فبدي احكي له انا اخذ الخلية، راح اكون انا عندي بقول له بي ودي، وفوقيها بحكي بي مصعد، بكتب لازم اكتب، ودي شو راح تكون تشتغل؟ مهبط. واضح؟ فرع 4، ما الايون الذي يمكن حفظه في وعاء من الفلز دي؟ انا بدي ايون يمكن حفظه. كلمه حفظ بحولها على السريع لايش؟ لتفاعل. يمكن حفظه اذا لا يتفاعل، بحولها على السريع لا يتفاعل، يعني بدي ايون ما بيتفاعل مع الدي، ولا يمكن حفظه في وعاء من فلز سي. حفظ يعني لا يتفاعل، يعني انا بدي ايون، يعني انا بدي اختار ايون عامل مؤكسد، بدي اختار عامل مؤكسد لا يتفاعل مع دي. طب وينك يا دي؟ هي دي. مين ما بقدر يتفاعل مع دي؟ ما بتفاعل مع دي، وما بتفاعل مع مين؟ مع مين؟ مع سي. يعني انا بدي ايون، اختار ايون لا يتفاعل مع دي مع سي، ولا يتفاعل مع دي. هلا انا عندي الايونات، يا بيكون اي موجب، واضح؟ هلا المقابل لها ما باخده، يا بيكون تحته يا فوقيه، يا بيكون اي موجب يا البي ايش عندي؟ موجب. هلا الاي موجب بتفاعل مع السي ولا يتفاعل مع الدي. انا بدي الايون نفس الايون هذا بنفس الوقت لا يتفاعل مع السي، وبنفس الوقت لا يتفاعل مع مين؟ مع دي. من راح يكون عندي؟ البي موجب. راح يكون ايش عندي؟ هو البي موجب. واضح؟ لان البي موجب بكون السي تحته، والبي موجب عشان يتفاعل لازم يكون السي الفلز فوقيه، السي والدي لازم يكون ايش عندي؟ تحته عشان لا يتفاعل. ما صيغه العامل المؤكسد اقوى؟ عامل مؤكسد اقوى يعني بدي اطلع على قبل السهم، قبل السهم وتحت اخر واحد. هلا انا عندي دي، اذا شو صوره الدي؟ برجع لمعادلتي، شو دي كانت شحنتها؟ موجب تنين، فبحكي دي موجب تنين. كتبت دي راحت عليك، هي دي موجب تنين. في الخليه الجلفانيه القطبها دي وسي، برجع ترتيبي هون دي وسي، هي دي وهي سي، شو بدك منها؟ حدد قطب المصعد. اللي بكون فوق صاعد هو المصعد، فعسري بكتب له سي المصعد. اكتب معادله التفاعل الكلي، قلنا عامل مختزل يتفاعل، العام مختزل بتفاعل مع الايونات، الايونات بترجع لذرات، واللي كان ذره شو بيرجع لايش عندي؟ لا ايونات. وبرجع معادلتي عشان اشوف السي، السي بتطلع موجب تنين زي حرف لا، يعني ببلش من العام المختزل سي زائد دي موجب تنين تتحول لا، دي زائد سي موجب تنين، واتاكد ان الايونات متساويه قبل وبعد. طب يا مس لو كانت سي زائد دي موجب واحد اعطاني دي، وهنا سي موجب تنين، والايونات مش متساوية، شو بتعمل؟ بضرب ضرب عادي، موجب واحد في اثنين بصير موجب تنين، الدي صار ضرتين فبجي بوازن، اللي بغير اللي بضربه ايش عندي؟ ذراته.
واضح؟ وصلت الفكرة؟ فرع 7، حدد اتجاه المؤشر في الخلية دي وبي. المؤشر دائما بتجه نحو المهبط. بدي ارجع اشوف لما بدي اشتغل على دي وبي، هاي دي وهي بي. لما انا اكون خليج الفانيليا قطابها دي وبي، الدي هي مهبط لتحت هابطة والبي مصعد، والمؤشر بيتحرك نحو المهبط. من المهبط؟ اذا بحكي له عندي نحو مين؟ عندي دي اللي هو المهبط. وصلت الفكرة؟ هلا ضل علي ايش عندي؟ بس اخذ فكرة ايش عندي لو كان لفظي. لفظي نفس الفكرة، بدي كل جملة احولها لايش؟ مصعد ومهبط. واضح؟ يعني باجي على مسوتدي، باجي بقرا الجملة الأولى، أول جملة شو بقول لي؟ يسر التيار من ال إلى اكس في الخليج الفاني مكون لإلها. طالما التيار يعني التيار بيمشي من مصعد لمهبط، فبعرفت إنه ال مصعد بحطها فوق واكس مهبط وبحطهم هي بداخل بوكس. هي الترتيب الأول. الجملة الثانية، لا يحفظ. طالما لا يحفظ، إذا عندي ايش؟ بحولها على سريع، يحدث تفاعل. يعني معناها يحدث تفاعل بين محلول أيونات الواي ووعاء الكيو. واضح؟ يعني أنا عندي واي على شكل أيونات والكيو على شكل ذرة، وعشان يحدث تفاعل دائما الذرة بتكون فوق والأيونات وين بتكون؟ تحت. الكيو ذرة فوق والأيونات تحت، بصير تفاعل. إذا فوق شو بدها ترجع؟ الأيونات ترجع لذرات. فبعرف الترتيب إنه كيو فوق والواي إيش عندي؟ تحت، لأنه قلنا برتب كعوامل إيش عندي؟ مختزلة. الجملة الثالثة، هي واحد وهي اتنين وهي الجملة الثالثة. لا تذوب W وQ في حمض ال HCl. حمض HCl يعني أنا عندي هاي ال H بلس، هاي موقع قبل السهم. الحمود ما بتتفاعل مع كل الفلزات أو كل العوامل المختزلة اللي بتكون تحتها. فعرفت لا تذوب فعل مضارع منفي، يعني لا تحدث تفاعل. فعرفت أن Q و W تحتها، بس كيف ترتيبه بالنسبة لبعض هلا نشوف. بينما يذوب X، اكس عرفته يعني راح يكون هو ايش عندي؟ فوق ال H بلس، اكس فوق. بس كيو دبليو كيف بالنسبه لبعضهم؟ فاجت الجمله الرابعه عشان اضبط ترتيب كيو بالنسبه لايش؟ لدبليو. قال لي انا عندي خليه جلفانيه مكونه من كيو دبليو، كيو اللي بتقل كتلتها. طالما كيو بتقل كتلتها، عرفت انه كيو فوق اللي هي المهبط المصعد والدبليو يكون فوق. فانا من 3 و4 استنتجت انه الاكس فوق، فوق الهيدروجين، والكيو فوق مين عندي؟ تحت الهيدروجين هي له الدبليو، والكيو بالنسبة للدبليو هي لفوق الدبليو. واضح؟ فطلعت بهذا الترتيب. هلأ في الجملة الخامسة، واي هي المصعد في الخلية الجلفانية، واي ودبليو يعني واي مصعد فوق ودبليو هي المهبط تحت. هلأ باجي برتب. هلأ أنا صار عندي ترتيب 4 فلزات مرتبطة مع بعض. هلأ بكمل فيها. أنا عندي يعني كأني هلأ هاي وهاي خلصتها. أنا عندي كيو واي، صح؟ هلا هي كيو واي، يعني هلا الواي بدي احطها يا هون يا هون. بس حكي لي في الجمله الخامسه ان الواي، واي هي اللي فوق والدبليو تحت، فعرفت انه الواي لازم هون. فانا هيك لغيت تفكيري انه تكون تحت الدبليو، لانه قال لي انه الواي لازم تكون فوق الدبليو. واضح؟ وهي الكيو فوق الدبليو وتحت مين عندي؟ الكيو. فكيو واي دبليو هيني رتبت. طالما رتبت هيك كعوامل مختزلة، هلا بقدر أحل أي سؤال بدي إياه. باجي على الأسئلة، هل يمكن حفظ أيونات الكيو؟ يعني الكيو هي الأيونات في وعاء من إكس، يعني إكس هي الذرة. برجع ترتيبي، وين إكس ذرة؟ ذرة بتكون بعد السهم. كيو أيونات، كيو يعني أيونات يعني بتكون قبل السهم. وطالما قال طب أيون إيش موجب؟ واحد ولا موجب اثنين ولا موجب ثلاث؟ بتطلع السؤال فوق، موجب اثنين لأنه ثنائية موجبة. هل عامل مؤكسد اللي قبل السهم بتفاعل مع كل العوامل المختزلة اللي فوقيه في الترتيب؟ نعم. إذا أنا عندي فرع الأول، إذا يحدث طلع تفاعل عشان أكد حال. طب هو بده يحدث تفاعل ولا يمكن حفظ؟ بده يمكن حفظ. إذا بقول له يحدث بنفيها، لا يمكن الحفظ، فأنا لازم بصلح لي هون. الفرع الثاني، اكتب التفاعل الكلي للخلية الجلفانية المكونة من كيو دبليو. برجع ترتيبي، هي كيو وهي دبليو. بكتب كلمة لا لأنه بده تفاعل كلي. باجي بحكي له إن كيو تتفاعل مع أيونات الدبليو اللي هي كلها موجب ثنائية موجبة، تتحول لا دبليو، دبليو بترجع لإيش عندي؟ لا أيونات الكيو برضو موجبية. هلا الأيونات قبل وبعد نفس الشحنة، إذا أنهيت معادلة التفاعل الكلي. أو بكتب نص تفاعل تأكسد ونص تفاعل اختزال وبجمع، إذا بدك تعجب حالك.
الفرع الثالث أي القطبين يمثل المهبط في الخليج الجلفاني مكونة من X و Y. برجع ترتيب اللي رتبته، هاي X وهاي الواي، بده يمثل مهبط، مهبط هابط تحت، إذا على السريع شو بكتب؟ لا Y. فرع أربعة أي القطبين تزداد كتلته في الخلية W X، وينك هاي W وهاي X، تزداد كتلته، كتلته يعني كتيرة بهبط، لما أنت تاكل كتير بتقعد على الأرض وبتهبط، بتزداد كتلته اللي هو المهبط، من المهبط اللي هو بكتب له W. حدد فلزين، هذا بس فرع خمسة، وهذا فرع ايش عندي؟ ستة. فرع خمسة، حدد الفلزين الذين يكونان خليج جلفاني لها أكبر فرق جهد. أكبر فرق بدي أخذ أول واحد في الترتيب وآخر واحد في الترتيب، بس أتأكد إنه آخر واحد اللي هو عصورة ذرة، واضح؟ إذا باخذ له X و W، ما بس بستكفي هيك، بحكي X وقته فيها مصعد و W شو عندي؟ مهبط. فرع ستة، هل يحدث تفاعل التالي تلقائي؟ عشان تفاعل بتطلع وين أنا عندي؟ على المواد المتفاعلة، ماليش خص في النواتج. أنا قايلة إنه أنا بفاعل كيوك ذرة مع أيونات ال L، برجع تفاعلي، وينك كيو يا ذرة؟ هي كيو كذرة، هي كيو كذرة، وين أيونات ال L؟ إكس، وأنا فوقيها هنا L، نسينا نحط ال L، هي كيو كذرة، وينك أيونات ال L؟ هي أيونات الال. هل الذرة تتفاعل عامل مختزل بتتفاعل مع العوامل المؤكسدة اللي فوق في الترتيب؟ لا، طالما لا يحدث تفاعل إذن التفاعل غير تلقائي، بحكي له لا. هل يحدث تفاعل تلقائي؟ بقول له لا، التفاعل غير تلقائي. وصلت الفكرة؟ واضح؟ بتمنى إنه يكون الأمور واضحة معاكم. رجاء الحار ان نحل الاسئله اللي حكينا نوهنا عليها، نركز على اسئله الفصل الوحده، حل دع دائره اللي بعثت لك اياه، واضح؟ جميعها، ودع دائره في اسئله الوحده والفصل. وبتمنى هيك انه اكون غطيت اكبر قدر من الافكار المطالبين فيها. دمتم بصحه وعافيه.